صباح الخير أصدقائي المشاهدين، وسلام على كل من يحب السلام من بيروت اللي ما بتموت. من حييكم دايما عبر محطة تلفزيون لبنان بإطار المواكبة والمتابعة لكثير من الملفات. لقائنا صباح اليوم سيكون حافل بكثير من المواضيع المفترض نحن نتابعها، من ذوي الانفجار من أول اللحظات بادر نقيب المهندسين في لبنان في بيروت المهندس جاد ثابت للتحرك ميدانيا، كان له إطلالة عاجلة وسريعة عبر تلفزيون لبنان بلحظة الانفجار، على أمل أن تكون كل المواضيع يلي كان بيتمنى أنه ما يشوفها ممكن نحكي عنها اليوم، لأنه أهمية هذه الصورة السوداوية من خلال المسح يلي أرادوا مع فريق كبير من المهندسين إلى جانبه، سعينا معهم إلى جلاء الصورة والواقع تمهيدا لدقة الأمور المطلوبة أو المواضيع المطلوبة منه كنقيب للمهندسين. نقيب بدي حييك وقول لك صباح الخير عبر صباح مشاكل النور. وحلول بإطلالة تانية بعد من 5 آب لليوم ميدانيا نحن متابعين ومواكبين نشاطك، يعطيك ألف عافية. وهي مناسبة لحتى نقول يعني همتك ووطنيتك خلتك أنت تدعي كل المهندسين يكونوا إلى جانبك لحتى نعمل مسح هو مطلوب من أجل دقة التعويضات يلي كل اللبنانيين المتضررين عم بيطالبوا فيها. من 5 آب لليوم شو فرقت بعد الانفجار ب4؟ شو فرق معكم على الأرض؟ قديش قدرتوا تستوضحوا الصورة لنقدر ننجح بعملية المسح المطلوبة؟ تقلك أول شيء حددنا المنطقة الأكثر تضررا، يعني قدرنا نحددها مظبوط اللي هي الكارنتينا المسلخ البداوي البدوي مر مخيل مر متر مر نقولة جميزي حكمة إذا نزلنا تحت المرفأ والرميل، يعني مسيحة كبيرة هذه المنطقة، يعني هذه إذا بدك من الـ من الـ من النهر لجادة شارع حلو لا جورج حداد النهر شرقا لجورج حداد غربا، ومن شارع الحلو للرينك عمليا هذه المنطقة كلها فينا نقول إنه هذه منطقة هي أكثر المناطق يعني إنك انضربت. هلا طبعا في كمان مناطق تانية، يعني في منطقة البيشورة، في منطقة البلاط، بس إنه عم نحدد المنطقة اللي أكثر شيء تضرر. بهالمنطقة في حوالي 6000 عقار وفي عدد كبير من المباني ضررت مظبوط. هلا في عدد المباني يلي انهارت نهائيا منا كتيرة، يعني حوالي 10، بس في 30-40 مبنى مهددين انه ينهاروا بشكل كلي اذا لم يقوم عملية تدعيم سريعة. فاول اولوية عملناها هي مسح المباني اللي فيها انهيارات او اللي بتشكل خطر، اللي هي الاثريه اللي هي اكثر شيء المباني الاثريه او التراثيه، اكثر شيء المباني التراثيه اكثر شيء لانه المباني اللي هيكلها خراساني مسلحه صمدت، هلا راحت الواجهات راح يعني فيها اضرار بس الهيكل بعده متين صامد، باقي المباني في المباني التراثيه او الاثريه هي مباني ضررت كثير من جراء الانفجار، وخاصه انا بقول لك في هلا اليوم في 10 حوالي 10 سقطوا، في 30-40 ممكن ان ينهاروا بشكل كلي إذا ما انعملت تدابير سريعة لتدعيمه. فالمسح اللي عملناه هلأ هو مسح بشكل أساسي للسلامة العامة، يعني اللي ممكن ينهار اللي ممكن يشكل خطر إلى آخره، وعم نبعث مباشرة للجيش ولبلدية بيروت لويح بهالمباني مع
اقتراحات للتدعيم، يعني مشاريع تدعيم، كل مبنى بنعمل له مشروع تدعيم له من شان يتم التدعيم. هلا محافظ مدينة بيروت عم بيقول انه راح يدعم، ومبدئيا لازم يطلب اذن من المالك ويبعث له انذار ويقول له للمالك انه اذا انت بالحالات العاديه، نحن حاله طوارئ، فقرر المحافظ انه هو راح يدعم بدون ما ياخذ اذن الملكي، وهذا شيء طبيعي. حسابه هو يعني حساب المحافظه في ولا بيرجع بكلف تقلك تقلك مالك. في مجموعه متعهدين تقدموا بخدماتهم بشكل مجاني، وحتى انه الدعائم اللي عم بحطوها لست شهور مبدئيا ما بي يعني بدون بشكل مجاني ما بيفوتوها. هلا بعدين ما بعرف كيف رح يعمل المحافظ، يمكن يدفع اجره الماتيريال يعني المواد وبس، انه بس اليوم مش هلا في حاله طوارئ. هلا المهم الواحد يدعم يعني. ان شاء الله نقيب. يعني الارقام يعني المتداوله حول قيمه الاضرار كبيره متعدده. يعني الدوليه للمعلومات بيقولوا انه مش دقيقه، عم بيكون في تضخيم لحجب الأرقام والخسائر. أنت هلأ عم بتحدد وبتقول عندنا 6000 مبنى، عندنا يعني عم تحدد بالأرقام الأمور اللي أنتوا بتشتغلوها اختصاصكم أنتوا. هيدي لأنه عديناهم. هو 6000 عقار الحقيقة. لأنه أحيان في أكثر من مبنى على العقار. 6000 عقار. أيوة. هو بيطلع لهم شيء 7000 او اقل شوي. تبين قد ايه قيمه الاضرار يعني بخبرتك انت كمهندس؟ بعد بكير تنعطي رأي، خاصه انه الاضرار منا محصوره بهالمنطقه هي. بكل المناطق في اضرار، اذا واحد بده يحصر كل الاضرار يعني ازاز والومنيوم وكذا، في منهم بكل المناطق يعني، فمن الصعب اليوم تحديد قيمه الاضرار. ولكن المباني اللي تهدمت يعني بالمطلق بدها ترجع تنبنى ولا هيدا امر يعني يعود لصاحب العقار او المالكين؟ لا، القرار اللي اخذه المحافظ بالاتفاق مع المديريه العامه للاثار انه كل المباني التراثيه يلي تهدمت لازم ترجع تتعمر كما كانت. ممكن عندنا امكانيه؟ ممكن ممكن على نفس الصوره يعني؟ مكلف شوي بس ممكن اكيد. حلو كثير. طب اليوم نحن من خلال كل هذه المعطيات بنقول انه بلشتوا انتم بخمسة اب عمليه المسح، ووعدت انه باسرع وقت رح نخلص. انتم رح تخلصوا، رح تقدموا تقريركم لمين نايب؟ بنقدم تقريرنا لمحافظ مدينه بيروت. يعني للبلديه وللجيش بنفس الوقت، لانه اليوم نحن بحاله طوارئ والجيش هو مكلف بهالموضوع. انتم بس بدكم تقدموا يعني التقرير بده يكون مذيل بارقام التكلفه لحتى نعرف قديش بدنا نحط؟ لا، نحن ما بنحط تكلفه. تكلفه بعدين الجيش هو والهيئه العليا للاغاثه هي اللي بتحط تكلفه. نحن بنعمل تقرير كامل وهن بيعملوا التكلفه. بس عاده مش اختصاص المهندس هو بيوضعنا بتكلفه ولا مره ولا مره نقابه المهندسين فاتت بموضوع تكلفه، لانه هيدي فيها مسؤوليه. وبالنهايه نحن ما بنحب ينقال انه النقابه عم يعني عرفت كيف؟ فهمت عليك. بس اليوم النقابه وقت اللي عم تشتغل بينتهي دوره عن تسليم يعني التقرير، ولا رح يكون في لها دور متابعه بورشه البناء؟ بعدين هيدا يعني هلا عم نشتغل بقصه المسح والتقرير. بعدين شو بيصير؟ هلا تطوع عم تشتغلوا طبعا. تمام تمام. نحن عندنا اليوم حوالي 460 مهندس متطوع. 460 مهندس تقريبا متطوعين معكم على الارض. متطوعين على الارض. طب كل المعطيات اللي نحن عم نحكي عنها بنقول انه انتم عم تشتغلوا بمكان وما اهملتوا يعني عملكم كنقابي، حتى اخذتوا قرار اجلتوا الانتخابات، انتخابات نقابه المهندسين. حقيقة اضطرينا ناجل لانه بهيك ظروف يعني. معلش، احتراما للشهداء وللجرحى ما تنسى انه نحن نقابه المهندسين قدمت 6 شهداء و10 قلت لي 7 كانوا؟ 6 6 شهداء الله يرحمهم. 6 شهداء. طب اليوم الانتخابات ايمتى رح تكون نقيب؟ حددنا انتخابات بشهر ايلول. يعني عندك اول مرحله للاعضاء ب 13، وبعدين عندك لا مش 13، 17 بتصور، وبعدين 27 عفوا 27 20 13 اول مرحله 13 20 انتخابات نقيب. بس اذا ما في عاده ما بتصير، لانه دوره اولى بدها يكون في نصاب، ف 20 ما بتصير، 27 هي انتخابات النقيب. كثار المرشحين؟ اوه ايه كثار
كتار لمركز النقيب قديه؟ كتار في 31 مرشح. عم نقول لهم يا جماعة يعني مش أكلة طيبة هلأ يعمل نقيب بهيك ظروف الواحد. إيه بس نقابة بدها تستمر وحياة بدها تكمل مش مزبوط؟ صحيح بس أنه بالنهاية بالآخر بيصير في انسحابات وكذا وإلى آخره. نقيب يعني نقل أنه صار في تواصل ما بينك وبين وزارة التخطيط بفرنسا. صحيح. هن يتواصلوا معك؟ صحيح. شو بلغوا بالاتصال؟ صحيح. شو كان هدف هذا الاتصال؟ هدف الاتصال أول شيء كان ياخذوا معلومات عن حجم الخسائر. بعدين تقدموا باقتراحاتهم من شان مساعدة لبنان. هن طبعا لهم علاقة مع السفارة الفرنسوية. في باخرة وصلت الأسبوع الماضي، في باخرة بدها توصل هالأسبوع مواد بناء ومعدات يعني. ووزارة التخطيط اتصالاتها معنا تيشوفوا كيف بيقدروا يساعدوا، مثلا انه يبعثوا مهندسين يبعثوا الى اخره. قلت لهم نحن عنا اللازم، بس اذا ممكن يعني بعد ما تروق شوي الحاله بايلول يبعثوا لنا خبراء بشغلتين. خبراء اول شيء بالمعالجة موضوع الاعمار بالطوارئ. نحن عنا خبرة بس معليش إذا هني، لأنه شو المقصود أعمار بالطوارئ يعني بهذه الحالات؟ يعني بهذه الحالات يعني هني عندهم تجربة مماثلة بس على حجم أصغر كتير، اللي هي انفجار معمل كان فيه نيترات أمونيوم بتولوز AZF. فطبعا بحجم أصغر كتير، بس يعني صار فيه تجربة من هالنوع. فقلت لهم اذا بيقدروا يبعثوا لنا بعض الناس، مش كهندسه بس كيف الواحد بده يدير استشاره الأمور. يعني ايه استشاره كيف الواحد ممكن يساعد لاداره الامور، لانه انت بتعرف المشكله اليوم الاساسي اللي عندنا اياه بلبنان هو صعوبه التنسيق بين الفرقاء المختلفين على الارض. على الارض هلا مين عم بينسق؟ انا سالتك قلت لي معكم حدا من بلديه بيروت؟ في البلديه نعم، وفي الهيئه العليا للاغاثه، وفي الجيش، وفي مديرية العامة للآثار، وفي نقابة المنسين. فأحيان في صعوبات شوي بالتنسيق. عم يكون في تضارب يعني بالمسح؟ مش تضارب. لا إنه قصدي أنتم عم تعملوا مسح بيجي بعد فريق غيركم بيعمل نفس المسح لحتى. صارت شوية يعني تضارب بالأول. هلا انحلت انحل هيدا الموضوع. بس المشكلة إنه مش عم نقدر. عم نقدر بس انه بصعوبه نقدر ننسق الامور. يعني بعطيك مثل انه بيجي واحد بده يرمم بيته، اوكي، في ناس بدهم يرمموا احسابهم، هن احسابهم بيت اثري، او مثلا في ناس بيتبرعوا انه متعهد بيتبرع انه يجي يدعم او يعمل او الى اخره. طيب عظيم، بيروح على مديريه الاثار بياخذوا ورقه، بياخذوا اذن، بيروحوا على المحافظ بياخذوا اذن. الجيش بيقول لهم ستوب، لا بدكم كمان تاخذوا اذن من نقابه المنسي. يعني صايره الامور مش اذن، يعني انه لائحه لازم نقابه المنسي تبعت لائحه والجيش يوافق عليها او شيء منها. عم بيصير فيها النوع من الامور. عم نجرب ننسق، حطينا اليه هلا، حطينا اليه انه كل شيء بالنهايه بعهده الجيش، لأنه هو اليوم بحالة طوارئ هو مكلف بهالموضوع. يعني كل الناس بتبعت تقريرها للجيش، والجيش بيبعت لنا إذا عنده تساؤلات للنقابة حول هالتدعيم، هالمبنى، ونحن من جيبه. ونحن هلأ عم ننسق مع مديرية الأسار من شان ما يصير فيه تضارب. كمان في ورش بلشت هلأ؟ في 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 ورش تدعيم بلشت، تدعيم مش ترميم، تدعيم. نعم. هلأ في كمان مواطنين اللي عنده تأمين أو شيء غير إزاز عمل كذا، وفي ناس حتى عملوها حساب، وهذه أولوية لحتى يقدروا يرجعوا حتى. صحيح. يعني صحيح. إذا كانت الأضرار بسيطة. أنا موضوع الأبنية التراثية هممني، بس خلينا نقول أنه مش مشغول بالي كتير، لأنه رح تجي أموال كتير لترميم الأبنية التراثية. في صاير وعي إن كان بلبنان أو على الصعيد العالمي واهتمام كتير بالمباني التراثية. فأنا مش مشغول بالي كتير عليهم، هيدي رح نقدر نحلها. يمكن تاخد وقت بس بتصور أنه رح نقدر نحلها. الموضوع الأساسي اليوم هو كيف بدنا نأمن عودة السكان لبيوتهم بالمباني العادية.
اللي راح الألومنيوم، اللي راح الأزاز، اللي تكسروا البواب، اللي تكسروا البواب، اللي سقط الأسانسير، يعني مصعد، يعني اللي خزنات الماء، يعني كيف بدنا نأمن هالشغلة هيدي؟ وهيدي شغلة أساسية، لأنه هيدا 90% من سكان منهم عايشين بمباني تراثية، أو 80% بهالمناطق، أو 85%، هو لازم يرجعوا بأسرع وقت. بس المشكل أنه ما بيقدروا يرجعوا اليوم، بانتظار أنه يصير في مسح شامل وتخمين وإلى آخره، وهيدا قد ياخد وقت طويل. يعني مبارح كنا بالهيئة العليا للإغاثة عم نحكي بهالموضوع، نشوف إذا ما في إمكانية أنه يندفع سلفة منشان الناس يعني تبلش يعني حتى طلب من شركات التأمين يدفعوا سلفه، هني رفضوا بانتظار جلاء صحيح. يعني صورة التحقيق وتطلع النتيجة. أنت بتعرف كمان أنه عدد المباني أو الشقق المأمنة قليل كتير بلبنان. ما في يعني أنت مأمن شقتك، أنا مش مأمنة. ما عندي يعني ما في هالتقليد أن الواحد يأمن شقته. يعني ما بتنصح يعني بالتأمين؟ بنصح بنصح أكيد، إذا كان الإنسان قادر طبعا بنصح أكيد. بس طب نايم شوي، قلت لي أنه يعني الاتصال اللي صار معك مع وزارة التخطيط الفرنسية، وقلت لي أبلغوك أنه جاي باخرة فيها، إجت باخرة فيها مواد للبناء، يعني إجت باخرة الأسبوع الماضي. نعم. سلمت للسفارة الفرنسية، في بخرة بدها تيجي هذا الأسبوع. أنتوا طلبتوا شيء يعني على نحن بعد ما طلبنا شيء؟ لا نحن بعد ما طلب شيء، هذه هبات. هذه إنه يعني بس كمان أنا عندي هبات بدها تيجي. أنا اتصلوا في اتحاد المهندسين العرب، اتصلوا في نقابة المهندسين بالأردن، نقابة المهندسين بمصر، اتصلوا في اللبنانية موجودين بالخليج. يعني مثلا في احد اللبنانيين عنده معمل كبير ألومنيوم بالخليج، وعم بيقول بده يتبرع بمواد ألومنيوم وإزاز. نعم. بس وين المشكل؟ المشكل انه كل هالناس ما بدهم يتبرعوا على الدولة، بدهم نلاقي طريقه او فريق او الى اخره. ما بدهم تبرعاتهم تبرق، ما بدهم تبرعهم عن طريق الدولة للجهات الرسمية. ما في ثقة، ما في ثقة. يعني شيء مؤسف، لانه مفروض باي بلد الكائن تكون السلطات الرسميه هي عم عم بتدير. يعني هذا هو المفروض. مع الاسف، مع الاسف في كثير ناس ما عندهم ساعه. بقى لازم يتلاقى اطر معينه انه كيف ممكن هالمساعدات توصل بشكل شفاف كامل. نعم. ما بعرف اليوم بعد ما في اطار. طب يعني حتى المواد البناء الفرنسيه اللي اجت لهون هي رح تتسلم، رح للسفاره هلا؟ ما بعرف كيف السفاره رح تشتغل. الأرجح يعطوها لبعض الجمعيات اللي هي موجودة على الأرض. يعني في اليوم جمعيات على الأرض عم تبلش كمان ترمم. يعني بعرف مثلا فرح العطاء. نعم. عم بيشتغلوا بالمدور. بعرف أركانسيال عم بيشتغلوا. بعرف في مجموعة جمعيات بلشت تشتغل على الأرض بالتدعيم والترميم. نعم. فيمكن تمرق القصة من خلالهم، مش عارف بعد لهلأ. طب نقيب اليوم يعني برأيك قديش بدنا وقت نحن لحتى نقدر نبلش، وقديش بدنا وقت لحتى نخلص؟ يعني نحن عم نحاول مش انه نشترط، ولكن نهين عن الناس لنقول هذه الهمة وهالنخوة وهالعون اللبناني. يعني حسب الأموال، حسب الأموال، حسب الأموال، حسب الأموال. يعني سألني قديش؟ ما عندك فكرة؟ بعد ما فيني أعطي أرقام، بعد ما فيني أعطي أرقام. قديه بدها وقت يعني بانتهاء التقرير طبعا؟ حسب 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 الأموال. يعني ليك أنا برأيي إذا في مصاري كل هالتصليحات، أنا بسميها تصليحات مش ترميم، إنه الواحد وشفته طارت وإزازه تكسر وبوابه تكسرت، أوكي هذا مبلغ، بس إنه هيدا تصليح مش ترميم. ترميم هو لما تروح على السلامة العامة للمبنى رح ينهار، لما أمور من هالنوع. طب اليوم وهودي محدودين. نعم. رويترز يعني صنفوا إنه هذا الانفجار هو الرابع صحيح من حيث القوة في العالم. صحيح. قديش رح يكون له تأثير يعني على محيط، يعني شعاع الانفجار على الأساسات، على البنى التحتية، بأمور كثيرة؟ يعني وقت اللي أول مرة حكينا نحن وياك قلت لي يعني حتى أرض المرفأ يعني شعرته إنه مأبأبي وبشكل انه على الضغط. لا لا صحيح. هلا تقلك اللي عم بيتبين هلا انه بشكل عام، بشكل عام المباني البطون صمدت
صمدت، يعني ما فيها مشاكل كبيرة بالأساسات بالهيدا. طبعا بالبور في مباني تكسرت كلها سوا، ويعني عمل حفرة الانفجار عم بيقول، عمل حفرة طويلة عريضة، وهلأ صار في بحر محل يعني محل المعبر هيدا. نعم. محل شو بيسموه هيدا الرقم 11 مش عارف. نعم. شو العنبر 12. العنبر. نعم. 12 هو. نعم. عنبر 12. لا. صار في حفرة وفاتت البحر، هلا عندك مثل خليج صار لهالدرجة. يعني عم بيقولوا انه يعني الغمق شي 70 متر. شي مخيف. طب سيدي، يعني بموضوع الإهراءات، يعني إيه؟ المدير العام للآثار انه هو مع بقاء يعني هذا المبنى تقلك. على تقلك. واقعه تقلك. الإهراءات يعني حمت قسم كبير من المدينة، من بيروت يعني، من بيروت، من المدينة صحيح، لأنه أخذت هي قسم كبير من الوهج والضرب. نعم. لأنه هي ثلاث طبقات، أول طبقة راحت كلها سوا، وثاني. نعم. طبقة تكسرت شوي بس أنه صمدت، خاصة أنه كان فيها قمح. نعم. يعني هيدا عطى لهال شو اسمه صمد. هلأ وضع اليوم الإنشائي مش منيح، يعني إذا بدنا نرجع نشتغل مفروض نشيلها مبدئيا كلها سوا. لا، ما بقول بدو إياها تبقى كلوحة، إذا بدنا أو نتركها يعني نوع من تذكار لهالشيء. بدي أقول لك شغلة، بهيروشيما. نعم. بهيروشيما. نعم. كان في مبنى هو مبنى بلانيتاريوم يعني موجود، كسروا إلى آخره، تركوه كمعلم. وهالمبنى تسجل على لائحة التراث العالمي لليونسكو كذكرى لحادثة يعني عالمية. نعم. مؤلمة ما لازم تتكرر. ففكرة مدير عام الآثار، وأنا يعني بوافقه، أنه نترك هالمعلم على حاله ولا بده تربيم؟ لا لا، على حاله بدون أي تربيم، مثل ما على حاله، على حاله، ونعمل حوله نوع من ممر يقدروا الناس يجوا يزوروا، ومثل ساحة أو شيء من هالنوع كذكرى لحادث ما لازم يتكرر. حتى نحكى انه بدهم يعملوا يعني قاعده كبيره لتمثال خاص بهذا الانفجار، هلا بلش كمان بيصير. ايه. طب اليوم يعني من حيث البناء الاهراءات قديش بده وقت لحتى ترجع تتعمر؟ بدك ترجع تعمر اهراءات جديده يعني. نعم. هي ما بعرف اخذت يمكن سنتين وقت، انا تعمرت هي بال 67 66 او 67. نعم. وكانت شركه تشيكيه بفتكر مع مهندسين لبنانيين، وبفتكر أخذت سنتين العمار وقتها، أنا كنت صغير يعني ما بتذكر، بس إنه مع إنه بيتنا كان بوجه الإهراءات. بس نقيب اليوم يعني عم ينحكى إنه طبعا قوة الانفجار كانت كبيرة، يعني صحيح. على مقياس ريختر 3.7. هلا الأبنية الجديدة اللي بدها تدعم أو ترجع تتعمر بدها تاخذ بعين الاعتبار يعني هذه الأمور. تقلك 3.7 لأبنية بطون مش كبير يعني، بيتحمل يعني بشكل ععام البطون بيتحمل هالشيء. نعم. الأبنية العادية هلأ اليوم في قانون كل الأبنية الجديدة لازم تكون خاضعة لمرسوم السلامة العامة. يعني مرسوم السلامة العامة بيفرض أنه يقدر المبنى انه يتحمل زلازل اكثر كثير من 3.7، يعني بنوصل لخمسة 5.5 يعني. فهو ما نحن بال كهندسه ما بنستعمل هيدي 5 و5.5 وكذا، بنستعمل 2.5 يعني شو بيسموه هذا اكسلريشن 2.5. نعم. يعني هذا شيء ثاني. بشكل عام المباني القديمه تتحمل 2، مباني جديدة لازم توصل ل2.5. هالناطحات السحاب اللي نحن عم نشوفها هلا ببيروت هذه كلها مدروسة تتحمل الزلازل الكبيرة. حتى الزجاج يعني بنشوف في شيء تكسر، في شيء بعده صامد يعني. لاحظ هي مزبوط، لأنه حسب كيف مركز بالزجاج وكيف إذا فعلا تنشغل مزبوط، هي الهيكل بيتحمل أكيد الزلازل. نعم. الزجاج حسب التنفيذ، مبدئيا إذا تنفذ منيح لازم يصمد.
بنشوف المباني اللي يعني خارجها حديدي مثل بوج بيت الكتائب. ايه يعني بالصيفي بتلاحظ التاور الكبير قديش ما بعرف كم طابق له. هيدا انعجن كله سوا. انعجن في هيدا في مبنى تبع السي جي ار سي جي ام. انعجن؟ انعجن كله يعني الحديد كله انعجن، بس المبنى بقي بس الواجهه راحت كلها يعني. نغير العجين انعجن وغير يعني صارت فعلا اذا بتطلع فيه هيك. نعم. هيك 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 صار يعني الواجهه هيك صارت. طب كل المعطيات هيدي اللي احنا هلا عم نحكي فيها انتم ميدانيا على الارض عم تكونوا كل يوم. مزبوط. مع الجيش اللبناني، الهيئة العليا للإغاثة، مع بلدية بيروت، مزبوط. مع كل المعنيين. مزبوط. نايب قديش بدنا وقت لحتى بإطلالة لاحقة نعطي الأصدقاء اللي هلا عم بيتابعونا ومهتمين معنا بملف المتابعة اليومية صحيح لهذا الموضوع نعطيهم شيء جديد؟ بعد أسبوعين نكون خلصنا. بعد أسبوعين نكون خلصنا يعني من هلا لأسبوعين. أنا بدي أسجل لك محطة شكر أنك كنت معنا بهذه الصبحية الباكرة. ما راح نأخرك أكثر لحتى تتابع جدول مواعيدك المقتضى اليوم. شكرا. شكرا لك نقيب. تكرم. شكرا. إذن أصدقائي المهندس جاد ثابت نقيب المهندسين في بيروت كان ضيفنا. فاصل ونعود. بعدنا معكم ودائما عبر تلفزيون لبنان. اهلا بكل الاصدقاء اللي انضموا لنا مستمرين معكم من بيروت لكل العالم كل التحيات. مواكبين موضوع الكورونا ايضا لانه هو مهم جدا وضروري نحن وانتم اصدقائي نتشارك التوعيه ونتاكد فعلا انه كورونا مش مسحه. اتصلنا هلا مع سعاده النائب الدكتور بلال عبد الله لانه وجه تحذير لاهالي منطقتي الشوف والاقليم خصوصا وانه وبالجبل طبعا عموما خصوصا انه بهذه المرحله عم نشوف كلنا سوا الازدياد باعداد المصابين بالكورونا. طبعا بنشكر معالي وزير الصحه يلي عم يسعى دائما ان يكون الى جانب كل الناس من خلال التحذيرات والمفترض كلنا سوا نقول له شكرا لمعالي. هلا اتصلنا مع نائب الدكتور بلال عبد الله تنشوف اليه المواكبه والمتابعه ميدانيا بالتعاون مع المجتمع المدني ومع البلديات بقضاء الشوف. الو صباح الخير، تحياتي لك ولمشاهدينك. شكرا. شكرا سيدي، يعني عبر تلفزيون لبنان كل الاصدقاء يعني بواكبوا وبيتابعوا بهمهم اللي راح تقوله بموضوع يعني التحذير يلي وجهته للاهالي بالشوف الاقليم والجبل. قديش بنقدر نقول رح يكون في اذان صاغيه للكلام لانه مفترض كلنا سوا ان نكون واعيين ومتشددين بكل يعني الارشادات. بدايه لا شك انه يعني فتره التراخي بعد الانجازات اللي حققها لبنان بالمرحله الاولى نعم انعكست سلبا وبسرعه قياسيه على اعداد المصابين وسعه الانتشار وشمولية وجود الإصابات في كل المناطق اللبنانية. نعم. فأصبح لدينا اليوم مصادر انتقال عدوى داخلية بعدما كانت في المرحلة الأولى فقط من أهلنا العائدين من الخارج. إذا نحن اليوم أمام صعود دراماتيكي لأعداد الإصابات مما يبشر بأن في هذا الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين إذا لم نتدارك وبسرعة بإقفال البلد سنكون أمام يعني مشهد مأساوي دراماتيكي. نعم. يعكس عجز القطاع الصحي الاستشفائي عن مد يد العون للعشرات من المرضى المحتاجين للعناية الفائقة. وأعتقد وبكل صراحة هذا. نعم. الأمر أهم بكثير من بعض المنظرين الاقتصاديين وبعض الذين ينعون الوضع وكأنه يعني هلا اسبوع او اسبوعين ستغير المعادلة الاقتصادية في البلد. فمع احترامي للمسابح ومع احترامي للمقاهي ومع احترامي للملاهي الليلية نعم مع اهمية اقامة الافراح والاطراح وهي المناسبات يجب ان يعي الجميع ان هذا الاستهتار وهذه المكابرة خاصة من جيل الشباب يعرض مرضانا وكبارنا لخطر الموت. نعم. وللمنظرين بالشأن الاقتصادي أقول لهم أنه الكلفة العالية نعم للعناية بالمرضى ولعلاجهم ومواكبة عشرات ومئات الحالات
ستكون مكلفة للاقتصاد الوطني أكثر بكثير مما يمكن أن ننتجه بهذه الفترة. لذلك يجب تغليب المعطى الإنساني الصحي على كل اعتبارات أخرى اليوم. وأعتقد أنه وزير الصحة ووزارة الصحة بالإجمالي كانت بهذا الأمر دائما سباقة، ولكن للأسف البعض في مواقع القرار كانوا دائما يتعاطون بهذه المسألة على النسق الغربي بالتقليد، وكأنه نحن عندنا نفس الإمكانيات. فأقول لهؤلاء القطاع الاستشفائي الطبي مؤهل، ومؤهل ليس بمعنى النوعية، بمعنى الإمكانات. نحن نعلم أن القطاع الاستشفائي يرزق تحت الديون، صحيح، والدولة لم تستطيع أن تمد له يد العون. إذا نحن مع كل الإمكانات الطبية والتمريضية الموجودة لدينا، لا يوجد لدينا أي إمكانات صمود لفترات طويلة بسبب الضمور في الإمدادات المالية لهذا القطاع. اثنين، المستلزمات الطبية مع كل أهمية المساعدات اللي اجت النوعية المطلوبة لمواجهة كورونا كمان ليست بالكمية الكافية. وأهم شيء العامل الثالث، العامل الثالث هو صمود الناس. إذا كان الغرب قادر عبر امدادات اجتماعية من الدولة ومؤسساتها أن تدعم صمود الناس، بلبنان يعني تعرف الأوضاع لا تسمح بهذا الطرف. فأتمنى على أصحاب القرار بهذا الموضوع أن يأخذوا بعين الاعتبار أولوية صحة الناس، نعم، وبالتالي صحة المجتمع. إذن يعني حضرتك أنت تطالب بالإغفال؟ أنا لست فقط أطالب بالإغفال، أنا سأحمل كنائب مسؤولية كل من يعارض هذا الموضوع، وسأحاسبه وسأطرح الثقة به في أي موقع كان. دكتور ونحن في تناغم بهذا الموضوع كلمة الصحة النيابية مع معالي وزير الصحة. نعم. وهي فرصة وجه تحية لوزير الصحة، لكل فريق وزير الصحة، لكل العاملين بوزارة الصحة بمستشفى رفيق الحريري، ونحن معك كمان خاصة، لكل الجنود إذا بدك المجهولين بترصد وبائي والذين يعملون يجرون الفحوصات في كل لبنان. هؤلاء عم يعملوا جهد جبار بإمكانيات ضئيلة. وخلينا نقول لك كمان، قسم منه صار مصاب بسبب احتكاكه المباشر بالإصابات واضطراره أنه يكون ينطلق من ضيعة لضيعة لضيعة ليعمل فحوصات، مرات بالعجلة بيكون في استخفاف بالإجراءات. ولكن ارجع أعود وأكرر، سنحمل كنواب مسؤولية مباشرة لكل متساهل وكل إذا بدك مهمل لمسؤوليته الوطنية بأي موقع كان. طب اليوم الحكومة مستقيلة دكتور بلال، يعني من سيعلن يعني هذه التدابير بالعادي؟ يعني الحكومة تصرف أعمال، شو مستقيلة؟ نعم، مكلف بتصريف الأعمال، وبتصريف الأعمال بتصور صحة الناس والمجتمع هي في الأولويات، ما بدها استقالة. نعم دكتور بلال، صارنا 5 أشهر وسنة سنتين ما بنسمع إلا مجلس دفاع أعلى اجتمع، ومجلس دفاع أعلى قرر، أوكي؟ نعم، خلية أزمة هون وخلية أزمة هونيك، ما بدها هذا الموضوع استهتار، وبديش هلا نزت الطابع بعضنا الآخرين. الكل ملزم باتخاذ القرارات الصائبة استنادا للجنة العلمية الموجودة بوزارة الصحة وإرشادات وتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية. دكتور بلال، يعني انت اللي عم تحكي، نعم، يعني حضرتك اللي عم تحكي كثير مهم بهذه المرحله، ولكن نحن كنا بمرحله عم نتحضر للدخول الى المدارس. يعني امام هذا التشدد بيدفع لي السؤال لحتى اقول لك كمان بتحمل مسؤوليه الى اي مسؤول بده ياخذ قرار بعوده الطلاب للمدارس والجامعات؟ دعنا الان هلا نقطع هذه المرحله، دعنا نصل الى يعني كل هالامور من قرارات إدارية، هذه أمور مرتبطة بالمؤشرات الطبية اللي عندك. نعم، مؤشر انتشار المرض، مؤشر قدرة القطاع الاستشفائي، ومؤشر حالات الموت عندك التي أصبحت ترتفع. نعم، منه موضوع هلا مع احترامي لا تربوي بالمدارس ولا جامعي بالجامعات ولا إداري بالإدارات، عم تحكي هلا بظرف استثنائي مضطر. نعم، ترجع تحمل، تحاول تنزل الكورب اللي طالعه بالاصابات
بس تحس حالك مسيطر عليها بالحد الادنى، على الاقل مسيطر على الانتشار عدد الاصابات، ترجع بتناقش هالمواضيع. هالمواضيع بتنتظر، ما لنا هلا طارئه جدا، الطارئ جدا هو صحه الناس والمجتمع. طب اليوم بكثير من البلدات والمناطق والبلديات عملوا خليه ازمه، حضرتك انت ايضا يعني بتحمل البلديات المسؤوليه لحتى يفعلوا هذه الخلايا ويشتغلوا ويكونوا حاضرين لمواجهه يعني ازمه كوفيد؟ على الاقل انا بقول لك بشوفوا اقليم الخروب بالذات. نعم، نحن عندنا خليه ازمه مركزيه للمنطقه من 6 أشهر مش من اليوم. حلو. ونحن واجهنا اصابات كورونا من اول الاصابات. نعم. في كرجه وشحيب ومدود وكافه القرى. وفي كل بلدة من بلداتنا هناك خلية أزمة، وهو مجموع خليات الأزمة هودي بنتعاطى معه نحن كخلية أزمة مركزية بالتنسيق مع وزارة الصحة، بوجودنا نحن كنواب المنطقة والشوف، واجتماعاتنا دورية وقراراتنا دورية، ولكن بكون صريح معك مرات نفتقد. نعم. إلى نفتقد إلى القرارات الجريئة من السلطات المعنية، خاصة بالعزل أو الإقفال. هذا التردد الدائم ما بعرف ليش شو سببه، ولكن كنا مرات يعني نتجاوز هذا الموضوع وناخذ قرارات ذاتيه بمنطقتنا باقفال او عزل بمساعده يعني بعض الاجهزه المعنيه، لانه كنا نرى الاولويات تتقدم على الاجراءات الروتينيه. دكتور بلال انا بدي اشكرك طبعا لحسك يعني الانساني اللي لمسني قبل كل شيء، الوطني والطبي كطبيب حضرتك والتشريعي كمشرع بالمجلس النيابي طبعا من خلال مشاكل وحلول وضمن برنامجنا المستمر باطار متابعه كل الملفات والمستجدات. نحن راح نكون بتواصل معك. شكرا لك. يعطيك العافيه. تحياتي. شكرا سيدي. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. طبعا اصدقائي، من المواضيع يلي مفترض انه نتابعها ونحكي فيها موضوع سلامه الغذاء، يلي صدر امبارح بيان عن جمعيه الصناعيين في لبنان طالبت في المعنيين الاسراع في اخراج المستوعبات في المرفأ حفاظا على الامن الغذائي. طبعا في عبره من خلال هذا البيان الصادر عن جمعيه الصناعيين اللبنانيين اللي كلنا سوا بندعمها وبنحبها وبنحب كل ما صنع في لبنان. بنرحب بنائب رئيس جمعيه الصناعيين في لبنان استاذ زياد بقداش. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير لك واهلا وسهلا فيك سيدي. يعني هذا البيان الصادر عن جمعيتكم توقت امبارح يعني بهذه المرحله، مين عم بتخاطبوا؟ مين مطالبين للاسراع في اخراج المستوعبات حفاظا على السلامه الغذائيه؟ علما انه المهندس ميشيل فريم رئيس مصلحه الابحاث العلميه الزراعيه كان ضيفنا من يومين وقال انه كل العينات التي ارسلت من مرفأ بيروت لعندهم على مختبرات مصلحه الابحاث تبين انها سليمه 100%. صحيح. اول شيء بدي اعلق على اللي قاله دكتور بلال وانا موافق عليه كثير بهذا الموضوع. بس اقتصاديا مع الاقفال اقتصاديا هلا ما هذا اللي بدي احكيه انا. قول. اليوم اكيد انه الصحه اهم من الاقتصاد، ما حدا عنده شك بهذا الموضوع. بس كمان في بعض اذا بدك الجوانب، انه اذا ما في اقتصاد ما في صحه. يعني اليوم بايطاليا يلي هي اكبر بلد اذا بدك انضربت اقتصاديا وصحيا، المصانع وخصوصا المصانع المواد الغذائيه والمصانع اللي هي إلى كانت استثناء إلى معنى إلى علاقة بموضوع الصحة. نعم. كان في استثناءات مشان لنكون واضحين، المصانع التي تتعاطى الأشياء الصحية والاستهلاكية ما المفروض يمشي معها موضوع التسكير. طب فيما سبق بالإضافة يعني استثناء بالإضافة بعد في شغلة في بعض المصانع عندهم التزامات خارجية للتصدير، كمان هدول ما بدهم يوقفوا غذائيا. عم نحكي يعني غذائيا او غير غذائيا، يعني اليوم اذا انت اليوم عم تشتغل مع الخارج لسبب من الاسباب، حتى لو كان في فورس ماجور، ما سلمتوا البضاعه بالوقت بده يفتش على غيرك. يعني صارت مشكله كثير كبيره للمستقبل. بس انا معه اكيد اليوم اقفال البلد هي ضروره، بس المشكله اللي اكبر بهذا الموضوع المشكله انه ما في مراقبه بلبنان. تنزل بتشوف بالطرقات كيف العالم عم بيتصرفوا. لا، مسؤولية مين يعني وزارة الداخلية؟ لا، مسؤولية الدولة. يعني معلش اليوم تكون عندك حالة طوارئ، وزارة الداخلية هي مكلفة. ايه صحيح. بس يكون عندك حالة طوارئ صحية، كان مفروض الجيش ينزل. نعم. يقعم العالم. نعم. لنرجع لموضوعنا اللي نحن جايين من شانه. أول شيء بدي أعزي أهالي الشهداء
ونحن من ضمن صوتنا لصوتك استاذ زياد، وبدي اتمنى للمصابين الشفاء العاجل ان شاء الله يا رب. وفي كلمه بسمعها كثير على التلفزيونات، بيطلعوا العالم خصوصا اهل المصابين والمصابين بيقولوا الله يسامحهم. لا، الله لا يسامحهم، لانه اللي صار ببيروت هو وجع كل لبنان وكل لبناني، وتبين هذا على الارض. يلي صار ببيروت هذا مش مقبول، الله لا يسامحه اللي كان السبب، لانه ما في بيت ببيروت استاذ نقولة الا منظر، الا عن طريق صديق او قريب او جار او شخص بيعرفه. نرجع لموضوعنا، سؤالك الاساسي هو انه نحن ليش عم نطالب بموضوع اخراج كمية اخراج المستوعبات. اكيد انه اللي صار بالمرفأ هي فاجعة كبيرة، وليرجع يشتغل المرفأ بده وقت، بس في التزامات مثل ما قلت لك بالاساس، ان كان على صعيد التصدير وفي التزامات للسوق المحلي. نعم. اليوم نحن كجمعيه صناعيه، انت بتعرف بوضع الكورونا بوضع الاقتصادي كنا موجودين على الارض بالسوق المحلي بقوه، وقدرنا نغطي قسم كبير من البضاعه اللي خفت من الاستيراد. اذا كانت موضوع المرفأ ما لقاله حل سريع، نعم، رح نوصل لمشكلة إذا بدك غذائية وصحية بلبنان. شو الحل السريع المقصود؟ بيقولوا إنه عم تفرغ سفن، يعني عم بيستهلك. هلا مثل ما بالأول قالوا إنه لازم يصير في فحوصات على الكونتينرات المواد الغذائية اللي صادرة والواردة، ومعهم حق 100%، بس كنا بنتمنى إنه يكون بسرعة أسرع. اثنين، كنا نسمع إنه منطقة الحاويات ما تضررت، رح يصير في شغل مع موضوع ال إخراج البضاعة. نعم. ودخولها. ظهروا إذا بدك بعض الكونتينرات، بس الكونتينرات اللي بعد بدها تتصدر بعدها بوضع كتير 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 بطيء، وبفهم أنا هذا الموضوع، بس لازم على الدولة والحكومة المستقيلة. نعم. وعلى المعنيين بالبور يلاقولنا بديل. ما فيك توقف بلد اليوم مرفأ تاني. قصدك البديل؟ مرفأ تاني أكيد، في عندنا مرفأ طرابلس، عندنا مرفأ صيدا، عندنا مرفأ سور. نعم. بس لحد اليوم ما شفنا شيء. هلأ شو الأسباب؟ هل يا ترى هي سياسية؟ ما حدا بيعرف. هلأ وقت نحكي بالسياسي معقول نفكر هيك؟ يعني البلد كنت بتعرفها، يعني ما بدنا ندخل بالسياسي، بس اللي صار مفروض بعد أربع آب تكون غير نظرة كليا. يعني إن شاء الله يكونوا وعيوا، ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون وعيه، لانه اللي صار باربع اب واللي صار قبل اربع اب هذا مش مقبول. استاذ زياد بس بدي استوضحك، عم بتقول انه يعني العينات التي تؤخذ يعني من المستوعبات بالمرفأ تكون نتيجتها اسرع؟ صحيح، ما نتيجة يعني عم ياخذوا عينات ليفحصوهم. اي ما عم تاخذ، يعني عم بيقولوا مصلحه الابحاث عم بيفتحوا 24 على 24 لتلبيه الطلبات. هلا هذا الحديث انا عم بحكيك من يومين كان في تباطؤ، اليوم اذا انت عم بتقلي انه صارت اسرع نحن بالعكس. انا عم بحكيك لاحد المساكين، ضيفنا المهندس بشيل فريم، لا وقال كان في انه نحن ما سكرنا حتى وقت الحداد، بقيت مختبراتنا مفتوحه لانه صحيح. اعتبرنا انه هذا واجب. مش المشكله بالمركز البحوث، كانت المشكله على البور، مصلحه الابحاث. نعم. ما مشكله مصلحه، مشكله البور. يعني اكيد مصلحه الابحاث ما سكروا وعم بيشتغلوا ويعطيهم العافيه. نعم. بس اليوم المعنيين على البور هلا اكيد انه ضايعين، انا ما عم بنكر هالشيء. مفروض ابتداء من اليوم بتكون بوتيره اسرع لاسباب. اول شيء بدنا نحن المواد الاوليه اللي خصوصا لها علاقه بالصناعه الغذائيه والصناعه الدوائيه انه يطلعوا باسرع ما يمكن من بعد فحصها اكيد. وبنفس الوقت مشان موضوع التصدير لا كونتينرات بعدها موجوده بالمرفأ او بعدها مد بخارج المرفأ. نعم. يتلاقى بديل لموضوع مرفأ بيروت، لانه نعم. كلتنا عارفين ما راح يكون استيعابه مثل ما كان قبل اربع اب. طب مين ممكن يجاوبك استاذ زياد؟ يعني انت اليوم عم تطرح هذه المشكله عبر تلفزيون لبنان مشاكل وحلول، هذه المشكله حلها عند مين؟ اداريا؟ حلها اداريا عند وزاره الاشغال. وزاره الاشغال. واكيد عند رئيس الحكومه. نعم. المستقيل. لانه هو بالاساس بعده اليوم هو القيم على الحكومه حتى لو كانت مستقيله. سالته انتم معالي وزير الاشغال، توجهتوا له بجواب بسؤال لتاخذوا جواب او لا؟ صراحه لا، بعد ما تواصلنا نحن وياه وعم اخذنا جواب، لانه كل العالم ضايعه. هلا يمكن يكون مشغولين مشان قصه التحقيق كمان. نعم. ما بدنا نحشرهم يعني حدا. اليوم سمعنا كمان حتى المدير الوزاره يمكن في عنده كمان تحقيق بالموضوع او حتى توقف، ما عندي تفاصيل عن الموضوع.
في اشخاص لازم يعطوا جواب اللي هن الجمارك اللبنانيه ووزاره الاشغال. كلتنا بنعرف انه مكاتب الجمارك بمرفأ بيروت كلتها تكسرت، ما بقى عندهم مكاتب، ما بقى عندهم كمبيوترات. جمعيه الصناعيين عم تتواصل معهم شو بنقدر نساعد لنحل هالمشكل بطريقه اسرع، وبعدنا عم نشتغل بهذا الموضوع. بس اكيد بقول لك لازم يطلع بيان رسمي من وزاره الاشغال بديل عن مرفأ بيروت اذا ما رح يكون يقدر يشتغل، وهذا المنطق بالاستيعاب اللي كان يشتغله قبل 4 أيام. طب اليوم يعني موضوع يعني المستوعبات بالمرفأ اليوم قديش كميتهم؟ كتار؟ ما فيك تعرف، لانه هذا موضوع الجمارك بس بيعرفها. يعني اليوم انا وقت انا بدي يكون عندي 10 كونتينر بالمرفأ ما راح اعطي خبر لجمعيه الصناعيه كم ده. بس اكيد بقول لك انه في مستوعبات لا باس بها عددا للتصدير والاستيراد للصناعه اللبنانيه. يعني احنا كنا مجتمعين بالاجتماعنا الاخير بمجلس الاداره، احد الاشخاص الموجودين اللي هو واحد قال عندي 40 كونتينر بين تصدير واستيراد، اللي هو ده رقم لا باس به كمصنع واحد. انا برايي في مئات المستوعبات بالنسبه للصناعه اللبنانيه، وبنتمنى انه الوتيره تكون اسرع لانه الاقتصاد مهم، ما بنقدر نضيع ولا دقيقه على الموضوع. طب انتم عملتوا مسح كجمعيه صناعيين لتعرفوا قديش عدد المصانع المتضرره بمحيط الانفجار السيد؟ نحن اتصلنا بكل المصانع اللي هن تابعين لجمعيه الصناعيين اللي هن عددهم 850. اطمنا عليهم كلياتهم. في منهم كثير صار عندهم اصابات شخصيه بس الحمد لله ما في وفيات. في بعض المصانع تضررت جزئيا. سمعنا انه في مصنع واحد بس مش تابع لجمعيه الصناعيين تضرر اذا بدك كليا. الحمد لله كان حظنا منيح، يمكن لانه اذا بدك المصانع عاده ما بتكون كثير قريبه على البور. في عندك بس منطقه الدوره الطريق البحريه في بعض المصانع، بس معظم المصانع هي ابعد من هيك. بس بقول لك انه في مصانع موجوده برومي وبالدكواني تضررت، بس كمان ما حدا بيحكي اليوم بالالمنيوم والازاز لانه في شيء اهم بكثير العالم تضررت فيها. طيب اليوم الدوره الاقتصاديه يعني فعلا بلبنان تقوم على الصناعه ودعم الصناعه. صحيح. بهذه المرحله قبل نحن كنا عم نحكي عن جائحه كورونا وقبلها عن الضائقه الاقتصاديه وعن الدولار والعلاقه مع مصرف لبنان ومؤتمرات وندوات ودخول وزاره الصناعه على خط يعني الوساطه لايجاد يعني الرصيد الكامل لكم لحتى تقدروا تشتغلوا مرتاحين. بعد الانفجار يعني الصورة تغيرت أساسا ولا بعد الأمور ماشي بالتراتبية المنصوص لألكن عليها؟ مش بعد الانفجار، أنا بقول لك قبل الانفجار. أول شيء مشكور وزير الصناعة عمل خطة كاملة متكاملة ودخل بتفاصيل غيره ما كان دخل. نعم. أول شيء أنا بتمنى على كل الوزارات أي وزير بيعمل خطة يجي الوزير الثاني يكملها. الحكم استمراري مش يحطها الحكم استمراري، صحيح، ما يحطها بالجروج يبلش عن جديد. نعم. اخر خطه عملها الوزير كانت اذا بدك ممتازه وناقشناها معه، كانت اذا فينا ننفذها الصناعه بتكون بألف خير. اليوم اكيد قبل 4 أيام غير بعد 4 أيام. اليوم نحن كصناعه خلال الأزمة الاقتصادية وموضوع البنوك قدرنا نحن نفرض حالنا بالسوق المحلي. بعد 50 سنة أو 70 سنة صار المواطن اللبناني والمسؤول اللبناني صار عنده ثقة بالصناعة اللبنانية، لأنه كان بالأول كل شيء فرنجي برنجي. حلوة. وقت إجا اضطر أنه يشتري البضاعة اللي هي أرخص ثمناً أو البضاعة اللي هي الموجودة غيرها مش موجودة، تبين له أنه لا، وبجودة كثير عالية ومهمة، بين له انه البضاعة المنتجة لبنانيا واللي هي تصدر الى بلاد العالم هي جيدة وانبسط فيها. صار عنا اذا بدك جيش كبير من المواطنين اللبنانيين صار عنده ثقة بالصناعة اللبنانية، لهذه شغلة كثير منيحة. مع العلم انه كان كل العالم يقولوا لك انت شو بتصدروا وشو بتصنعوا، حمص وفول بعد احترامنا للمواد الغذائية. لا مش مزبوط، نحن منصنع اشياء ما بيخطر على الانسان الى بلاد العالم. منصدر يعني منصدر منصنع ومنصدر منصنع ومنصدر الى بلاد العالم من اوروبا لامريكا. بس في اشياء لازم نحن
نحصل عليها ضمن إذا بدك القرارات أو الدراسات والخطط الاقتصادية اللي عم تنعمد من وزارات الصناعة تتنفذ. لأنه أي خطة اقتصادية عملها أي وزير إذا ما كان الحكومة مجتمعة تبنتها ومجلس النواب ببعض الأوقات لأنه بدها مشاريع كمان يتبنوها بيكون كل الشغل اللي نعمله للكب. طب اليوم بهذه الضائقة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية عند الموظف بيشعر البعض أنه حتى الصناعة اللبنانية عم ترتفع أسعارها. لا مش مزبوط، عم ترتفع على صعيد صرف الدولار صحيح بس اللي كان حقه 20 دولار نحن عم نقبض لبناني. أنا معك. ليه عم تدفعوا تقول لبناني؟ أنا معك. لا. معاشات باللبناني عم تدفعوا؟ أكيد أكيد. لا خليني أفسر لك لأنه كمان في لغط بالموضوع. اليوم هيدا المنتج كان ينباع بالسوق لنقول بخمس دولارات. نعم. اليوم ما مطلوب ينباع بخمس دولارات، أكيد. مفروض ينباع لنقول إذا الدولار اليوم 10,000 ليرة، لازم هيدا ينباع بدل الخمس دولارات ينباع على 6,000 ليرة أو 7,000 ليرة، يعني تقريبا 30% أوطى من سعر الدولار 100%. ليش؟ لمت ما عم تحكي حضرتك معاشات باللبناني، ضرائب باللبناني، المحروقات باللبناني. أكيد في بعض المنتجات دولارا أغلى ما كانت سابقا. دي مشكلة أساسية هي موضوع الفريش ماني اللي عم بيطلبون لنقدر نحن نجيب المواد الأولية. رئيس بدي أسألك يعني موضوع تروية فول، يعني مشهور اللبناني بتروية الفول، مع خبر علبة الفول الصغيرة إذا أنت بتشوف سوبر ماركت 4750 180 جرام. رح أقول لك ليش. إذا رجال عم بيأكل بده علبتين صغار أو علبة كبيرة. رح أقول لك ليش. لأنه الفول الموجود من جوا مش لبناني. نعم. عم نستورده. أنا استغربت صراحة، أنا اليوم لا أرى جواب الصناعيين، استغربت إنه الحمص طبعا الحمص بطحينة اللي منجيبه الحمص الحار عم يستورده من كندا اللي هو مش مقبول. نعم. لأنه صار في استهتار بالقطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية. نزرع بس ما بكفي. معك خبر أستاذ الأولى إنه اليوم أنا وقت بدي استورد للصناعة العلبة التنك تبعت الفول اللي عم تحكي عنها بدفع عليها جمرك، بس إذا بتستوردها جاهزة خالصة مع علبة الفول من الخارج ما بتدفع عليها جمرك. مش هالمنطق. مشان هيك الخطط الاقتصادية اللي عم بيعملوها الوزراء الحاليين والسابقين بدها تتنفذ على الأرض. تتنفذ على الأرض يعني أعامل كما تعامل والمعاملة بالمثل، غير هيك ما بصير. أكيد أنا معك حق إنه علبة الفول 4000 ليرة مش مقبولة. ما حدا عم بينكر هالشيء، بس اليوم في كتير صناعات اليوم إذا بتشوف الديترجنت مثلا او بتشوف المحارم والمعقمة إيه بس بعدها ارخص بكثير من المستورد. نعم. خلينا نكون واضحين، اليوم القرطاسيه او الصناعات اذا بدك الورقيات المصنعه في لبنان ارخص بكثير من يعني حتى الاجبان، يعني الشركوتريات كلها، يعني حتى الصناعه اللبنانيه كمان مرتفعه. يعني عم تفهم؟ لا يعني لا 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 مرتفعه بالليره اللبناني منا مرتفعه طبعاً. دولارا انا بقبض لبناني بدفع لبناني ما بعبره. انا راح اعطيك مثل خير. اليوم شغله كنت عم تشتريها انت ب 15000 ليره يعني 10 دولارات. نعم. اليوم انت عم بتقلي لازم يكون ضل حقها 15000 ليره. طب ما انه منطقي، ما انا اليوم 40% من قيمتها شاريها بالدولار. نعم. السوق. نعم. يعني عندك 40% من قيمتها لازم تتاثر بصعود الدولار. نعم. هذا عم اقول لك اياه. بعدين معلش خليني اعتبر الخي عم بيغلوا الجماعه. راح اعتبرك انا ما بقول لك انا معك، مع انه انا مني موافق معك بهذا الموضوع. انا برجع بقول لك بالدولار كسعر دولار لا رخصت، اللي كان حقها 20 دولار صار حقها 16 دولار او 15 دولار، بس على الرقم اللبناني لانه اللبناني وصل لل 8000 و9000 ليره معك حق 100%. طول ما انه اي صنف 100% موجود بلبنان ويصنع في لبنان صناعيا الداخل والخارج تبعه ما لازم يغلى سعره. بس اليوم وقت تكون عندك 40% مواد اوليه جاي من الخارج عم تدفع بالدولار. يعني هلا معلش بدي اعطيك مثل بس يمكن مش تابع لكم مباشر، الزيتون. الزيتون اليوم كيلو زيتون 21000 ليره. الزيتون اللي كنا نقول خبزي وزيتوني خبزي وبصلي، يعني اوكي البصل 1300 1400. انا لانه باطار شغلي يعني بعرف كل الاسعار، يعني هيدا اللي عم نحكي مش عم نحمل الصناعه اوزار نحن. لا ما بدي دافع عن الزيتون. انا ما حدافع عن الزيتون. بس اليوم اللي عم يزرع زيتون ما عم بجيب كيماوي. انا معك ما عم بجيب كيماوي. انتبه في بعض الاشخاص عم بيستفيدوا بصعود الدولار مشان ما نبرر كل العالم، بس الاكثريه اذا بدك وهندي خصوصا بالانتاج وحتى بعض التجار عم بيضطروا يبيعوا بحسب سعر الدولار. مع العلم في حسابات لازم تنعمل بطريقه ثانيه. يعني انا اليوم عم بجيب شغله برا
كانت تكلفني 15000 ليرة عم بحط أرباح علي 10%. نعم. اليوم صار تكلفني 50000 ليرة بعدني عم بحط 10%. طب ما 10% على 50000 ليرة صار عم تكلفك أكثر. مشان هيك لازم أي تاجر وأي صناعي يبلش يحسب على ميزان الذهب، لأنه الوضع أكيد 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 أنه مأساوي. الله يعين العالم، الله يعين العامل، الله يعين الموظف. بس برجع بقول لك المشكلة مش عند لا الصناعي ولا التجاري. نعم. حتى لو كان هني عم بيغلوا اللي هو ما لازم يغلوا، حق على الحكومات المتتالية من سنة 75 لحد اليوم اللي وصلونا لهون. ما نضيع وقتنا، حاج بقى نقول فلان وعلتين كلهم، يعني كلهم، والقضاء اللي يحكم. أنا معقول ما في أوادم بيناتهم، في أوادم بيناتهم، بس اللي وصلونا لهون كلهم يعني كلهم هني كان مستلمين الاقتصاد. سيدي يعني بالاقتصاد اللي حضرتك أنت عم تحكي فيه كمان، يعني الإنسان هو بيقول لك أنا في عندي يعني هامش الربح هو مقدس لي، أنا بدي حافظ على هوامش الربح لحتى أنا بإنتاجي لأقدر استمر. لازم أكيد. نعم. لازم كل واحد يضحي من جهته. نعم. بنفس الوقت ما تخسر مصلحته. نعم. لأنه إذا بلشت الخسارة راح العمال يروحوا على البيت اللي هو نحن ما بنقبله. أنا معك 100%، أي صناعي أو أي تاجر بيقدر ولازم يقدر. نعم. يخفف هامش الربح تبعه بطريقة أنه خيي كيت ما نعمله اللي يربح سنتين. نعم. ليحافظ على العامل اللبناني. نعم. لأنه إذا العامل اللبناني صار. نعم. موجود بالبيت، وإن احنا بنعرف قديش صارت اليوم. نعم. عدد العمال خارج مؤسساتهم، عم نحكي موظفين وعمال. نعم. هيدي بتولد لثورة. نعم. جياع. طب استاذ زياد، يعني بالموضوع اللي عم نحكي، حتى السلة الغذائية اليوم إذا بتفوت على سوبر ماركت بتطلب من أصناف 300 المدعومين بيقولوا لك ما عنا خلصت. بيني وبينك يعني عم طلعت على التلفزيون. ايه. مشان السلة. نعم. الغذائية. نعم. وبلشوا يتفزلكوا علي بعض العالم. نعم. جيت أنا قلت لهم على التلفزيون، قلت له خيي في 300 صنف. نعم. ها 300 صنف قريت بيناتهم نسكافيه وكوفي ميت. قلت له خيي بدون ما انت تدعم لي الكوفي ميت والنسكافيه والبندق والشوكولا والطون وهالقصص كلها، لا اعملها بدال 300 اعملها 50 اللي هي اكل الفقير، الاساسيات الاكل يعني. الفقير. نعم. مزبوط. صار يتفلسفوا علي العالم انه زياد بقديش ما بده ياني اشرب كوفي ميت. وما تشرب كوفي ميت يا اخي، انا اليوم بالنسبه لي اذا ما شربت كوفي ميت ما بموت، بس انا اذا بدي رز وسكر وعدس وهالاشياء الاساسيه وخبز. نعم. انا بفضل بدون ما يدعموا 300 يدعموا 50 وضربت الخبز بنفس السعر. نعم. اليوم انا قلت له يا لحاكم مصرف لبنان، قلت له حضره الحاكم انت اليوم عامل 300 صنف، هال 300 صنف حيجوا وقت يخلصوا مصريات، ليش ما بتعملوا 50؟ قال لي انا مالي علاقه، هيك بعت لي وزير الاقتصاد. يعني حتى اليوم بالقرارات بين بعضهم ما بيتفقوا على شيء. اكيد انا بقول لك تنزل انت على السوبر ماركت هال 300 صنف يمكن ما تلاقيهم لعده اسباب، يا بكون ناس مخبينه. طيب بس السكر معقول يقول لك ما عندي؟ لا اكيد مش معقول. وصار مره بصير. واثنين وثلاثه يا اخي برجع بقول لك في والبديل السكر في بعض تاني. عنده سكر ثاني 4700 في بعض الجشع اكيد. أيوه. في بعض الجشع. نعم. من صناعيين وتجار بعض. نعم. مش الكل بس الاكثريه لا. بس اليوم بالاخر بدك مين يراقب؟ ما في انا اجي اقول انه والله وزاره. طيب. الاقتصاد ما عندها غير 50 واحد يراقب، ما في اقول انا وزاره السياحه ما عندي غير 30 واحد يراقب. اليوم وقت توصل موضوع السكين لرقبه المواطن بدي اخلق الدنيا انا لجيب مراقبين، ما بصير. خلينا نرجع لقصه. طيب. الكورونا ما بقى كنا احنا بنقدر نحن نشوف هالعالم اللي عم تتكسر كانت على الكورنيش كلياتها انه يابا ممنوع اذا ما بتلبس الكمامه مطرقك ظبط، ما شفتها مظبوطه. انا بنزل لتحت شوف العالم كلياتها بلا كمامات. يعني ترجع للاخر خيي. نعم. الاساس هو الاب الكبير يلي هو الدوله. طيب. اللبنانيه. استاذ زياد يعني بالصناعه حتى الورق غلي، يعني حتى كتب اولادنا اللي بدهم يفوتوا على المدرسه صرنا عطلانين همهم، وهيدي شغله هي اساسيه. يعني القرطاسيه صرنا نعطي الهمه، يعني هي تدخل يعني باطار الصناعه اللبنانيه كمان 100%. لانك الورق حسب اي ورقه عم نحكي، اذا عم نحكي ورق الدفاتر. نعم. 40% من قيمته دولار. يعني انا اليوم عندي معمل دفاتر قديش صار حق الالف ورقه اللي كنا نشتريها المعونة؟ هذا غير موضوع. هيدي البضاعه كلها تجي من الخارج. الورق نحن ما بنصنع هون ابدا. لا لانه بتكلفته كثير غاليه. الورق اللي عم تحكي عنه المعونة عم تحكي ما هذا 100% عم بيجي من برا. يعني كان يشتري من الخارج بدولارين بعده عم بيشتري بدولارين. الفرق كان بالاول يدفع حقه بعد 3 اشهر هلا عم يدفع حقه نقدي كمان معناتها بده يغلى.
بس اليوم الورق المصنع في لبنان منه الصندوق الكرتون ومنه الدفاتر وهالقصص كلياتها. لاعطيك مثلا الدفتر اللي هو انا اليوم عندنا مصنع دفاتر 40 حضرتك؟ بين... نعم نعم الاو بي بي مثلا الاو بي بي ما بنعمل دعايه على التلفزيون لا. يعني سوري 40% من قيمته ورق من الخارج وبدي ادفع حقه كاش فريش ماني لا اقدر اجيبه. قد ايه غلى الدفتر يعني؟ ما عندك 40% ال 40% اللي حق الدفتر اليوم؟ اليوم اللي كان حقه لنقول 10,000 ليره لناخذ مثلا 10,000 ليره اوكي في بيناتهم 4,000 ليره بدك تحسبهم على الدولار الجديد ضرب 8 يعني اذا كان او 9 يعني او 7 يعني اذا كان 1500 بكتربه بسبعه ال 6,000 الباقيه اللي هي الربح والمصاريف لا هيدي بتضل محلها. مشان هيك انا اليوم بمصلحتي وعده ناس ما بنسعر على 8,000 وعلى 9,000 ليره لانه مش منطق مثل ما حكينا باول الجلسه معك انه في كتير مصاريف هي مصاريف تدفع باللبناني يعني الصناعه اللبنانيه مستحيل انه يكون السعر الدولار بعده نفسه بل العكس ارخص مع العلم. نرجع لموضوع المشكلة الأساسية اللي هو الدولار اللي بقول لك أنا طلوعه ونزوله منه اقتصاد إنه دخلك ليش هلأ نزل لل 6,800 ليش دائما بنحط الحق على المواطن اللبناني طول ما إنه في الأب اللي هي الدولة اللبنانية ما بتعمل شيء وتوصل لل 10,000 ليرة صار الانفجار نزل لل 6,800 بكل بلاد العالم وصير في انفجار بهالحجز الحجم بيطلع الدولار ما بينزل نحن عندنا الوحيد نزل ليش؟ شو قراءتك ليه نزل؟ أنا برأيي اللي كانوا عم بيلعبوا بالدولار شافوا إنه هلا ما وقتها خلينا نطول بيننا شوي، أنا هيدا رأيي وبكرة الأيام بتفرجينا وإن شاء الله أكون غلطان. معطيني خيي قراءة هلا بيقولوا لك بتفلسفوا العالم إنه إجا مصاري من برا وإجوا من الأجانب وإجوا بفتح المطار وكذا، أكيد هذا اقتصادياً يتأثر بسعر العملة 100% إن شاء الله يا رب. بس نحن اليوم فتح المطار واجا شويه تحويلات على ام تي وصل ل 8,500 ليره هلا رجع نزل ل 6,500 ان شاء الله. انا بدي اشكرك بدي ارجع بالختام نذكر انه انتم طلبتوا الاسراع باخراج المستوعبات في المرفأ حفاظا على السلامه الغذائيه، يعني عندك فكره بس قديش عدد هذه المستوعبات الموجوده؟ لا ما فينا نعرف بس في شغله اساسيه نحن قلناها كمان بالبيان وانا بفضل انه احكي فيها هي طلبنا التسريع بالتحقيق ويكون التحقيق شفاف. هيدا مطلب الكل هيدا مطلب الكل صحيح مطلب الكل مطلب الكل صحيح. وبدي اقول لك شغله نحن كجمعيه صناعيين نعم بحياتنا ما كنا بعاد عن المواطن اللبناني أوكي. نحن صار في اتصال مع عده جمعيات لنقدر شو فينا نساعد من مواد استهلاكيه وغذائيه وبناء نعم. نحن عم نتعاون مع عده جمعيات مثل ما تعاوننا مع النقيب ملحم خلف ايام الكورونا اليوم كمان في اتصال مع النقيب ملحم خلف وعده جمعيات أوكي. لنقدر نشارك لانه نحن جماعه مجبورين بالمواطن اللبناني وخصوصا بعد ما انه المواطن اللبناني صار عنده ثقه بالمنتج اللبناني. شكرا لك زياد بلداش نائب رئيس جمعيه الصناعيين اللبنانيين اهلا وسهلا فيك. اصدقائي نحن رح نتابع معكم بعد هذا الفاصل برنامجنا. بعدنا معكم متابعين سوا مشاكل وحلول مباشرة من تلفزيون لبنان في بيروت. ضيفنا هلأ نائب رئيس تجمع الجمعيات الأهلية في لبنان دكتور جان الشيخ. دكتور أهلا وسهلا فيك. حضرتك أنت بروفيسور بالجامعة الأمريكية، نحن من خلال متابعتنا لك متخصص بأمراض السرطان وغيرها من النشاطات يعني اجتماعية ما بتاخد من وقتك بين المستشفى وعملك والاهتمام، هي محطة لنقول لك شكرا باسم الكثيرين يلي أنتوا هلا واقفين حدهم وعم بتساعدوهم بالرغم من انك انت بوقت الانفجار كنت بمستشفى الجامعة الأمريكية وكمان اصبت. نقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يعني بلحظة الانفجار انت كنت بالمستشفى عم تشتغل عادي؟ نعم خلال الدوام سمعت الانفجار. عشنا الانفجار. عشت. عشنا الانفجار بكل ولكن مثل ما بيقولوا أمام عذابات الناس وجراحة ومصايبها الكبيرة نعم. نستحي نحكي عن تجربتنا الشخصية لأن نقطة ببحر هذه العذابات نعم. من هذا المنطلق بس بدي أقول شغلة أنه أنا نائب رئيس جمعية نعم. النجدة الشعبية اللبنانية كمين. أو السكور بوبيلير اللبناني
وجزء لا يتجزأ. قلت لي بجمعيتين ثلاثة كانوا تشتغل. ايه جمعية مرضى سرطان ريفايف اسوشيشن، هي مرضى سرطان اللي طابوا من هذا المرض، مجموعة شباب وصبايا. حلو منك، يعني عم نحكي عن انفجار وعم نحكي عن نفحة تفاؤلية اللي طابوا من السرطان. أكيد، لأنه ما فينا نكافح أي مرض ابتداء من السرطان إلى مشاكل البلد إذا ما كان عندنا الاندفاع والإصرار والنخوة لنقول أنه بنهاية هذا النفق في ضوء، وما لازم نترك هذا الأمل بأنه نهاية النفق في ضوء. إذا وصلنا لمرحلة والشباب اللبناني وصل لمرحلة أنه هذا النفق لا خروج منه، ساعتها عنده حل الشباب اللبناني، هو الهجرة أو الانصياع للأمر الواقع، وهذا مرفوض أنا برأيي اليوم. طب يعني تجمع الجمعيات الأهلية، يعني عرفني عنها أكثر على الأرض، شو هي مهامها لحتى أنتوا كنتوا هلأ عم بتتابعوا بالانفجار؟ هي تجمع جمعيات مختلفة لبنانية بالتحديد بحدود 10 أو 12، بس في كتير منهم غير فعال على الأرض للأسف. الجمعية الأساسية هي جمعية النجدة الشعبية اللبنانية، في عنا مؤسسة عامل وجمعيات أخرى. نحن من المنصار الانفجار مثل ما تعودنا بالماضي، يعني جمعية من الثمانينات وخلال الحرب اللبنانية عبر انتشارها في جميع المناطق اللبنانية خارج الاصطفافات الطائفية والمناطقية والمذهبية والحزبية، شعارنا معا لأجل الإنسان. كانت الجمعية بمبادرات متطوعيها برجع بكرر، اللي ما عندهم أي معاش، شباب وصبايا إجوا من أنصار وإجوا من عكار وإجوا من الجبل من كل المناطق ونزلوا على بيروت يوم الانفجار بدعوة من مين؟ هن من الجمعية. برافو. من الجمعية تم تشكيل خلية أزمة، وخلية هذه الأزمة اللي فيها عدة زملاء، الهيئة الصحية الإعلامية والعمل الاجتماعي، وتم عبر كمان بعض السيارات الإسعاف اللي اجت من الجنوب، من مستشفى النبطية، من مركز أنصار، وكانت موجودة على الأرض للمساعدة. تم نصب خيمة بساحة الشهداء، وفي عنا مركز بالأشرفية كان عم بيحاول يفرز هالمتطوعين اللي بدهم تنظيم كتير، جايين يمكن بحماس، ولكن التنظيم كان ضروري لفرز المتطوعين حسب حاجات مجتمعنا والناس المتضررة. طيب بروفيسور، شو جايين يعملوا المتطوعين؟ هن اجوا لحتى يشتغلوا كل واحد عنده اختصاص، ولا جايين وضعوا نفسهم بتصرف الجمعية لحتى مثل ما قلت بمركزكم بالأشرفية يفرزهم ويوجههم شو لازم يعملوا؟ هن المتطوعين اوريدي عم بيشتغلوا بمراكز النجدة بجميع المناطق اللبنانية. الوصول كان بالأساس هو مساعدة شعبنا وأهلنا والعائلات الموجودة بهذه المناطق المتضررة، وخصوصا الجميزة، مرم خايل، وسط بيروت، الأشرفية. مساعدتهم بشو؟ بكل شيء، من ترميم وتنظيف الركام. ترميم الركام، شيل الزجاج المكسر، يعني مساعدات عينية، من المي للأكل، وكله عبر نوع من الريسيكلاج خلينا نسميه. يعني كانوا أهالي عكار، مركزنا بعكار كان عم بيجمع مساعدات عينية، بعض الأدوية، أناني مي، أكل إلى آخره، وتم نقلها إلى ساحة المعركة خلينا نقول اللي كانت موجودة. الفرق بيننا، ما بحب قارن، ولكن الواقع أنه بدون أي مساعدات خارجية، بدون أي تمويل خارجي، عبر تمويل داخلي وذاتي، تم مساعدة هذه الناس. أكيد المشكلة رح تستمر، ونحن باقيين، نحن خلال الحرب وبعد الحرب وبعد 4 آب متطوعين موجودين تحت شعار هذه الجمعية اللي هي معا من أجل الإنسان، بدون أي انتماء طائفي أو مذهبي أو كذا. اللي بدي أقوله معا من أجل الإنسان، يعني أنتوا كنتوا عم تشتغلوا على الأرض ميدانيا، ولكن ما قبل 4 آب بخلال كل يلي أنتوا اشتركتوا ونضلتوا فيه يختلف عن صورة ما بعد 4 آب؟
فلاحة. أربع آيب صفعة كبيرة للمجتمع اللبناني من كل النواحي النفسية والاجتماعية، وعندنا موضوع الكورونا وعندنا الأزمة الاقتصادية. انفجار أربع آيب خض هذا المجتمع من أساساته. حتى الناس اللي بعيدة شعرت بهذه الأزمة الكبيرة. نحن وجودنا بساحة الشهداء كم نصب خيمة، سيارات الإسعاف، حتى بعد اليوم يوم المظاهرة السبت اللي تلت أربع آب، تم نقل عبر أو إسعاف مئات الجرحى بالساحة عبر الأطباء المتطوعين معنا والمسعفين الممرضين اللي إجوا برجع بعيد من جميع المناطق. تم نقل عبر سيارات الإسعاف 117 مصاب حالي، وهذا جزء لا يتجزأ من هذا العام. كنا يعني بكل تواضع اللي كان موجود على الأرض هو الصليب الأحمر اللبناني وشباب النجدي. طب اليوم أنتم موجودين على الأرض وعم تشتغلوا، بينحكى أنه على الأرض ما في إدارة مركزية يعني عم تشمل رعايتها توجيه كل الناس يلي بنية طيبة عم بيشتغلوا ويعطيهم ألف عافية وكتر خيرهم، ولكن حضرتك أنت كطبيب وبنفس الوقت عم تشتغل بمستشفى جامعي كبير وكبير جداً، بين إدارة الداخل والخارج ميدانيا بالشارع عم نقدر نضبط من خلال حرصك على العمل المنظم كل ما هو مطلوب؟ بصراحة في صعوبة جدا، مشان هيك تجمعات لهالجمعيات الأهلية ضروري جدا للتنسيق وإدارة والتنظيم. لأنه حتى لو إجاني 400 متطوع، إذا ما كان في تنظيم لعمل 400 متطوع، أفضل يجيني 40 متطوع يكونوا منظمين، يعرفوا شو بدهم يشتغلوا على أي أساس وين وكيف ومع مين، من أنه يكون عندي كترة نصطدم ببعضنا بدون ما نقدم شيء للناس اللي بحاجة لنا. برأيك من خلال الإمكانيات المالية المادية في أمور ممكن نحن نعملها بشكل ذاتي، صندوق 2 3 10 20 50 مي او غيره، ولكن لحتى نقدر نحن نقلنا كم حاله؟ قلت لي 117 يوم السبت. عم بحكي بالمظاهره طيب فقط، قبل وبعد يعني بخصوص اليوم الازمه اكيد كانت الامبولانسات ما في احصاءات دقيقه. اليوم مين اللي بيساعدكم؟ مين اللي بيدعمكم؟ هي الجمعيه عندها للاسف يعني ما عندنا تمويل خارجي، وهذا صار لأسباب مختلفة، أسباب أبداً سياسية. خارجي ما عندكم؟ أبداً داخلي. في عندنا بعض المشاريع مع الإسبان، منطقة كاتالونيا. أي نوع سيدي؟ مشاريع. من ناحية الثقافية مثلاً نحن بعكار ساعدنا لإنشاء ما يسمى بيت موسيقى لجمعية النجدة الشعبية، بيجي عليه أطفال وشباب وصبايا بهدف إيرادات نقدر نساعد فيها الناس ولا شيء؟ التنمية الاجتماعية والثقافية في المناطق. أنا عم بحكي عن الإيرادات اللي بتخليكم تقدروا تشتغلوا. نحن الفرق بيننا وبين الجمعيات الأخرى اللي للأسف منا كتير موجودة على الأرض وعندها دعم خارجي وهي كثيرة ما من دون ما سميها، الناس اللي عم تشتغل على الأرض عم تشتغل عبر مساعدات عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، شوي من الأمم المتحدة، ولكن هذه خلينا نقول نقطة ببحر ما نحن بحاجة له. وبرجع بكرر نحن عنا أكثر من 3000 متطوع، بكرر مثل الصليب الأحمر، المتطوعين هن غير موظفين، يعني شباب وصبايا، طلاب جامعات ومدارس وثانويات، حسب أوقات فراغهم يعني عندهم نوع من البروجرام الالتزام بالجمعية بجميع المناطق. برجع بكرر وهذا الانصهار الاجتماعي ولا مذهبي ولا طائفي موجود مع ابن حولة وابن نصار، مع ابن الضنية وعكار، موجودين مع بعضهم تحت شعار بدون مبالغة معا لأجل الإنسان. طب يعني بهذه المرحلة أنتم بعدكم مستمرين بالوقوف إلى جانب المتضررين من مرفق بيروت من الانفجار؟ أكيد لأن واجبنا مركزيتكم وين عم بتكون بروفيسور؟ وين هلا؟ في ساحة الشهداء في الخيمة موجودة، في الأمبولانسات موجودة. خيمة شو بسميه الخيمة؟ خيمة النجدة الشعبية اللبنانية. والمركز تبع الأشرفية للأسف اللي كنا متوقعين أنه يكون مركز لتجميع المساعدات ضرر خلال الانفجار، يعني ما عاد في بواب وشبابيك وكذا، من المستحيل أنه نقدر نجمع
المساعدات العينية. شو عم بيجيكم مساعدات عينية سيدي؟ للناس اللي عم بيتابعونا اللي بهمهم وعندهم هذا الحماس وهالرغبة بنقول لهم تفضلوا ساعدوا مدوا في ألبسة، في أكل، مساعدات عينية مثلا، المواد الغذائية الأساسية. نعم. أنا ما بسميها إعاشة لأنه عيب، هذه مساعدة لأي شخص ممكن كان يكون موجود محل هذا الشخص اللي انصاب، وهذا دليل عملي لتضامن الشعب اللبناني. برجع بكرر، الشعب اللبناني، مش انه واحد غني جاي يتبرع لفقير وصوروني على الكاميرا، ابدا. الشعب اللبناني اللي عم بيشيل من براده، اللي هو هلا اليوم بسبب الازمه الاقتصاديه والمعيشيه شبه فاضي، معاشه ما عم بيأدي، وهذا اللبناني هو نفسه يعني عم بيقول لا، في شخص متضرر اكثر مني، انا بدي شيل كيلو رز وكيلو وقنينة زيت وابعتها لهذا الشخص تيقدر يستمر بحياته. وهون تعاضد وتلاحم الشعب اللبناني اللي عم بيحاولوا يفرقوا بكل شيء. طب عندكم انتم احصاء عن يعني الحركه اللي عملتوها بالانفجار الاخير او ما قبل؟ يعني بتلجأوا لاحصاءات هي تبرهن وتوثق برامجكم وعطاءاتكم؟ اكيد. هلا اسه ما طلعنا من الازمه للاسف، نقيم العمل، الثغرات، وشو ممكن نصلح بالمستقبل، ولكن الإحصاءات موجودة في خلية أزمة أو خلية طوارئ نحن سميناها. نعم. من ناحية الصحية والاجتماعية والنفسية، هي هذه الخلية هي مسؤولة اليوم عن تحديد ما تم عمله، شو هي الحاجات على الأرض. أوكي. من ناحيه الطوارئ وما بعد الطوارئ، يعني نشوف شو بعدين فينا نساعد الناس. يمكن هلا خلصنا الناس، في عنا شتويه جايه، في موضوع الكورونا، في موضوع الاقتصادي، بدنا نعرف كيف ننظر للانفجار كطارئ، وكيف بدنا نحارب تداعياته على المدى المتوسط والبعيد. طب الناس اللي هلا عم بيتابعونا عبر مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان، الناس اللي فعلا عندهم مشاكل ومن خلال تجمعكم، تجمع الجمعيات الخيريه اللي عم تكون الاجتماعيه، ممكن تساعدون التواصل معكم كيف يكون؟ عبر اي خط ساخن مباشره؟ ما في بدهم ينزلوا على الخيمه بساحه الشهداء، وين؟ هلا في نحن وزعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض الارقام للجمعية ولبعض الشباب والصبايا اللي موجودين على الأرض، ممكن يتواصلوا معهم عبر الخيمة وعبر مراكزنا اللي موجودة بالمناطق. يعني اللي موجود بطرابلس أو بعكر في توجه، أو بالكورة أو بالجنوب، يتوصل لأي مركز، المراكز الرعاية الصحية الأولية أو المراكز الاجتماعية اللي موجودة بجميع المناطق اللبنانية، يقدر يتواصل مع الجمعية هناك، والجمعية هي اللي بتوصله مباشرة إذا حق بيحب يساعد شخصيا، بيحب ينزل على الأرض، لأنه في ناس عم تتصل تقول أنا كيف فيني ساعد؟ هلأ عطلة، أساتذة الجامعات، التلاميذ كلهم بالبيوت وعم بيتصلوا أنه أنا كيف فيني ساعد؟ شمروا عزلوتكم وانزلوا يلا. إيه بس يكون في تنظيم، يعني أنا ما بدي أجيب العالم إرهقة وبنفس الوقت تكون تجربتها بالمساعدة سلبية، لازم تكون المساعدة تجربة إيجابية يفتخر فيها هالمتطوع بأنه عمل شيء لمساعدة الناس. أنا بدي أشكرك كلك ذوق. طبعا هذه أول إطلالة لك موجزة، شائت أن تكون عن واقع أليم لأسف. كلنا سوا والعالم كله مهتم فيه. بنشكر جهودكم، الله يقويكم ويزيدكم عافية، ونحن إلى جانبكم لحتى نقدر نكون مواكبين لهذه الحملات ونضوي عليها. أنا بشكرك أول شيء، وبشكر تلفزيون لبنان اللي برغم من كل شيء بقدر أقارنه بهالجمعيات اللي عندها هالحس انه بدنا نستمر باقل الامكانيات الممكنه. شكرا لذلك. من وراء هذا الحس الوطني وهذا الحس الانساني وهذا الحس الشعبي، وبقول لك نحن مستمرين ومعا من اجل الانسان. شكرا البروفيسور جان شيخ، نائب رئيس تجمع الجمعيات الاهليه في لبنان، اهلا وسهلا فيك. شكرا. اصدقائي نحن رح نتابع معكم فاصل ونعود لمشاكل وحلول.
بعدنا معكم ودائما عبر تلفزيون لبنان برنامج مشاكل وحلول. مرحب بكل الأصدقاء اللي انضموا لنا. بعدنا معكم أصدقائي من بيروت، من ست دنيا بيروت، من بيروت الما بتموت أبدا، مع ضيفنا رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد عبد السلام سعدية. مننتقل عبر سكايب تنسأل الرئيس عن آخر اجتماع عمل لخلية الأزمة والطوارئ باتحاد بلديات الضنية اللي صار بمركز الاتحاد ببخعون لمتابعة تطورات فيروس كورونا، خصوصا ببلدة بقاع صفرين، لأنه الوافدين لألا دون علم البلدية عم بسبب هذا النوع من الإصابات وغيرها من الأمور يلي بدنا نقله بداية للرئيس حمد الله على السلامة بعد الحريق الكبير يلي صار عنده. وإن شاء الله دايما بهمة الخيرين كل الناس القادرين الوقوف إلى جانب كل إنسان متضرر، الله يزيده عافية ويعطيه حسب نويه. رئيس صباح الخير وأهلا وسهلا عبر مشاكل وحلول. صباح النور لك أستاذ نقولة ولكل الموجودين معك بالأستاذ وكل العاملين معك هون ولكل أكيد تلفزيون لبنان ولكل مشاهدين تلفزيون لبنان، التلفزيون اللي واكب وبحرارة وبحماس. شكرا لك. في هذا البلد الحقيقة بالنسبة للحريق الكبير يلي حصل بأكبر غابة هي اسمها غابة اسمها رئة لبنان، غابة السفيري اللي هي أكبر غابات لبنان على الإطلاق. نعم. وأتى على أكثر من 20 هكتار من الأشجار الصنوبر اللي بتعرفوا قديش ضرورية. الحمد لله يعني بمساعدة الدفاع المدني والجيش اللبناني، فوفاة الجيش اللبناني والمخلصين من أهل المنطقة قدرنا نقدر نسيطر على النيران بشكل نهائي مساء أمس. اما بالنسبه لاجتماعنا نحن بخصوص الكورونا فالحقيقه هي لجنه الكورونا مجتمع اجتماعاتها مفتوحه، واخر الاجتماع كان بالامس مساء كمان اجتمعت اللجنه، لان انا بدي اوجه لها كمان تحيه كثير كبيره، لان نحن الحقيقه من بدايه الكورونا اسسنا لجنه الكورونا لجنه الكوارث بمنطقه الضنيه، عملنا 15 لجنة موجودة تهتم بكل ما له علاقة بالكورونا من الحجر المنزلي إلى الجهاز الصحي إلى كل التفاصيل هذه، والحمد لله أنه قدرنا بتعاون وثيق مع الأمنية وتحديدا الجيش اللبناني قدرنا سيطرنا على الكورونا، وأعلن طبيبة القضاء عبر احتفال عملناه أن وما عاد في اي شيء. نعم. اطلقنا بوقت الشعار انه كرمال اللي بتحبهم خليك بالبيت خليك معهم، نحن من جبهه الكورونا انتم خلوكم بالبيت والحمد لله مش الحال. نعم رئيس، يعني الحقيقه انه بعد استاذ الاولى بعد الـ الـ ما الامور اللي حصلت بشكل دراماتيكي. نعم. معنا الاسبوع الماضي وتعرض معظم المناطق عندنا لاصابات بالكورونا نتيجة استهتار، خلينا نقول استهتار اللي حصل. نحن بالقبل كنا تعرف كان كل الوافدين للبنان عبر تطبيق الامباكت بالتعاون مع وزارة الداخلية نعرف فين قبل ما يوصلوا، كنا نقوم بكل اللازم بعمليات الحجر لحتى نقدر نسيطر على الكورونا ونمنع انتقاله للأمور الثانية. نعم. فالحقيقة سيد الأولى أنه من بعد ما توقفت الخدمة وما عادت تمشي صار الوافدين يجوا من برا وبشكل عشوائي ونحن ما نعرف فيهم ويكونوا هن أصلا يكونوا معهم كورونا، وبالتالي صار عملية الانتقال بالضنية وبغير الضنية وبكل مناطق لبنان، وهالشيء أعاد الانتشار الكورونا ووصلنا لمرحلة تفشي الفيروس. هالشيء يعني فرض علينا نقوم بإجراءات سريعة لتدارك الأمر وللحد من الجائحة الكارثية. امبارح بالاجتماع الأمس اللي حصل للجنة طبعا طلبنا واصرينا على تطبيق المقررات اللي صدرت عن وزاره الداخليه مجلس الوزراء بالنسبه فيما يختص بالكمامه التباعد الاجتماعي، منع الارجيله نهائيا، منع التجمعات. عم نطلب اليوم من المراجع الدينيه بوقف
صلوات بالكنائس والمساجد، قمنا بحملة تعقيمها كل المنطقة بكل المحلات، منعنا اجتماعات حتى اجتماعات الفرح. هالشيء كان نتيجة تدخل سريع وفوري امبارح منا، قبل ما تمنينا انه ما نقدر نوصل لمرحلة عزل المنطقة بشكل كامل، لأنه بترتب علينا ساعات أمور كثير كبيرة وأكثر من إمكانياتنا. هلا الشيء بتعرف إضافة لهالأمور هيدي، طلبنا إنه الناس كلها تتحمل مسؤوليتها، تكونوا مسؤولين لأسباب عديدة. أولها إنه بتعرف حضرتك ما بقى في نحن عندنا إمكانية عمل فحص البي سي آر، ما بقى متوفر عند لا المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة، هي مدفوعة. المستشفى الحكومي بطرابلس اللي عم يستوعب معظم الحالات صار ساتورين مليان، ما عم تقدروا رئيس ما عم تقدروا تعملوا فحوصات البي سي ار بطرابلس ابدا؟ نحن هلا ما بقى في امكانيه، كنا نعمل فحوصات عشوائيه. مين اللي بلغك رئيس ما في امكانيه؟ نقدر نعمل بس فحص للي عليه عوارض كورونا. نعم، ولكن لا، اذا بتسمح لي، مين اللي بلغك انه يعني فحوصات البي سي ار غير ممكنه؟ مين؟ مع المراجع اللي نحن عم بالتعاون الكامل مع طبيبة القضاء بوزارة الصحة، عم انه ما بقى في امكانيه فحص البي سي ار، هذه التولز اللي بتستعملوها للفحص ما بقى متوفره عندهم بالكميات اللي كنا نعمل بالاول فحوصات لكل المخالطين. اليوم بس بلغونا بيقدروا يعملوا للحالات اللي عليها بتظهر عليها عوارض الكورونا. هذا الشيء نحن كثير وصلنا لحاله كثير صعبه، اذا اللي بده يعمل فحص بده يتاكد هو بيضطر يروح على مستشفيات خاصه. هذا اليوم اطلقنا شعار انه بدنا اياها صفر كورونا باي طريقه ان كانت، نرجع مثل ما كنا ونرجع نتخلص من هالوباء، وبنكون كل انسان هو مسؤول. طيب يعني اذا بتسمح لي، يعني بالرغم من كل شيء انت عم بتقوله، ولكن يعني كل هذه المواضيع لا تعفي من المسؤوليه، لانه كل الناس بيقولوا البلديه مؤتمنه على تطبيق القانون يلي مطلوب منا ان تساعد بامكانيه الحجر او المراقبه او المتابعه. يعني امكانيات الكل لا تسمح كل البلديات، ولكن يعني هون ننظر صوب الاتحاد، انت كرئيس اتحاد امكانياتكم تسمح بالمتابعه والمراقبه لكل ما يطلب منكم؟ نحن مثل وضع كل البلديات بلبنان، لكن نحن عنا من وقت ما طلعت الكورونا وانتشرت الكورونا، نحن اسسنا خليه طوارئ، كان عندي انا 421 متطوع من الاخصائيين، من فيهم اطباء وفيهم ممرضين، جهزنا سيارات، اخذنا لها موافقه لتساعد الصليب الاحمر بنقل الحالات المشتبه فيها او الحالات اللي مصابه بالكورونا. نعم. هي عبر جهاز الطوارئ والاغاثه، عملنا كل هالامور عبر جهاز عبر عمل تطوعي، واثبتنا انه العمل التطوعي هو قادر يشتغل بطريقه محترفين كلهم، لانه جبنا ناس اخصائيين 421 متطوع، انا برفع لهم القبعه كلهم لانهم كانوا على قد المسؤوليه، وقدرنا بتعاوننا نقدر نوصل لهم. اضافه لهالشيء، يعني وقت صارت الكارثه، الانفجار الكارثي في بيروت التي لا تموت ولن تموت، نحن كل المتطوعين عندنا نزلوا على بيروت تحت شعار انه بيروت بقلب الضمنيه، ونزلنا لهونيك. ولكن بتعرف حضرتك وبيعرفوا كل المستمعين وبيعرفوا كل المشاهدين لنا اليوم انه ما كان في مكان لمين ما بده ينزل يساعد. نعم. يعني كان في تخبيص، ما كان في تنظيم، ما كان في هالامور كله، ما عرفوا نشتغلوا كل واحد بطريقه عشوائيه، كانت العشوائيه سائده. إضافة لهالشيء نزلنا حتى بدنا نساعد بطريقة إنه طريقة ما لازم نحكي فيها بتفاصيلها، إنه مساعدات معينة من أنواع معينة، لقينا إنه في مساعدات عم تيجي من برا وأنا مسؤول عن كلامي عم تنباع بأماكن أخرى، لقينا في مناطق خارج بيروت عم يتوزع لها كل بشكل كامل مساعدات عم تيجي من الخارج، طبعا بطريقة استنسابية مش كل المناطق. مستعد رئيس، يعني اذا طلب منك بعض التوضيحات يعني ختاما، مستعد انت توضح كل اللي عم تحكيه؟ ممكن يعني انا بالاثباتات وبالدليل مستعد اقدم اثباتات ودليل. شكرا لك. انه في مناطق توزعت لها مساعدات خارج بيروت بالكامل، اما مناطق طبعا مش كل المناطق، قلت لك استنسابيا، يعني بعد القصه بعد ما نحن بنفس الموضوع بنفس الحاله بنفس الكوربشن بنفس الفساد، حاله الفساد اللي كانت تحكم البلد هي ذاتها اليوم عم تتحكم بالمساعدات اللي عم تيجي. الفقراء روح شوف بالكارنتينا يا استاذ
نقولها، نزلنا على الكارنتينا وشفنا الناس عم يصير، حطوا لنا صناديق، يمكن حطوا لنا صناديق تمويل، ولكن محرومين من قنينة المي، محرومين من ابسط مقومات الحياة الكريمة اللي لازم توفر لبني ادم، لانسان عم بيعيش هلا ما بيسمعوا بس على التلفزيون. اليوم الفقير صار مقهور، كان بالاول فقير هلا صار فقير ومقهور، لانه بنشوف على التلفزيونات كل العالم قديش عم تبعث مساعدات، كل الدول شو عم تبعث مساعدات للبنان، من ثاني ما بيلاقي حاله هو منه معني فيها، ما بيعرف هدي لوين عم بيروحوا هالمساعدات، هالطيارات وهالحمولات وهالبوارج وهالقصص كلها عم بتجيب هالمساعدات لوين عم بتروح؟ وضحت رئيس، يجوا يشوفوا اصحاب اللي بيبعثوا هالمساعدات، يروحوا يشوفوا لمين عم يروحوا، وين عم ينبيعوا، باي طريقه عم بيتوزعوا. رئيس اذا بتسمح لي رئيس، يعني من خلال تلفزيون لبنان برنامجنا، بتمنى من المعنيين يعتبروا كلامك اخبار لحتى يقدروا يتحركوا. قعدنا مع الناس شفنا امور دندلها الجبين، ما معقولة. الله يقويك رئيس، انا بدي اشكرك وبتمنى من المعنيين يعتبروا كلامك اخبار ويتحققوا منه، لانه مهم كثير الامانه انه توصل كل التبرعات لناسها واصحابها، وانا من خلال برنامجنا تلفزيون لبنان يعني بتمنى انه كل اللي انت حكيته اذا طلب منك انك تقدر تعطي الاثباتات يلي حضرتك انت حكيت عنها. شكرا لك وان شاء الله بنلتقي بوقت قريب رئيس. شكرا لك. لك بخير، شكرا تلفزيون لبنان ولكل المجتمع. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك رئيس اتحاد بلدية الضنية محمد عبد السلام سعدية. هلا المحطة اصدقائي لفاصل، وبعد مباشرة منتابع سوا مشاكل وحلول. اكيد كل المنطقة عندهم اعتراض، وهون شغلتنا ما منهم قبلانين انه هيدا العملية تكمل هيك، ويوصلوا لوقت في املة موقوتة وفي متفجرة كبيرة بتفجر المنطقة كلها، وما بيضل حدا ما بيعود يعرفوا اشلاء مين من مين. يعني هيدا شيء ما بيجوز. نحن بعد 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 كل هالسنين وبهالايام هيدي، بدل ما واحد يفكر شو بده يعمل احسن للمستقبل، نجي منحط هيك 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 خزان بساع ميات الاطنان من الغاز، ما حدا بيعرف اي ساعة بيطلع عطل او شيء، وبيعمل بيجي بنحطه بنص دي منطقة صناعية فيها ميات المعامل، ومنطقة سكنية، وفي منطقة برج حمود، وبيجي بنحط هيك خزان فيه بساع ميات الاطنان. انا بدي اسألك اذا هيدا انفجر شو بيعمل هيدا؟ انا عم ناشد الشعب اللبناني يشوف شو عم بيصير. هذا عم بيصير هلا بعد الانفجار، بلشوا فيه بسرعه، عم بيعملوه بسرعه. ليش هن راجعونا بس حطوا سالونا؟ ما شفنا الا شيء من بعد الانفجار، العالم كله معاملنا مكسره. لان هونيك معمل هذا معمل سليب كونفورت، بيحطوا الحائط على الحائط، شركه هونيك الجاليري كمان بنيات ستوكات كلها الدنيا مدمره، بالاضافه المدمره اللي دمرت بيروت كليتها. والعالم قاعدين يعني عم يبكوا، ما نزرع شيء لحتى يرجعوا يبكوا كمان بعدين علينا العالم وعلى برج حمود وعلى المنطقه كلها. مهما لازم حدا يرد. عم بيحطوا لنا قنبله موقوته مثل العاده، بدنا نضل عايشين نحن اللبنانيه برعب. نحن مش مضطرين نعيش برعب، ما بنعرف حالنا اذا بنرجع الشغل بنرجع لعند اهالينا طيبين. صار اللي صار ودمرنا وكفايه، بكفي هالقد. أنا من إذاعة التلفزيون لبنان بناشد رئيس الجمهورية وكل المعنيين يشوفوا شو عم بيصير عنا قبل ما تصير المشكلة. خلينا نحلها. هذه منطقة سكنية ومنطقة صناعية، فيها أولاد، فيها أطفال، فيها عالم، فيها ناس، حرام عليهم اللي عم بيصير. يعني هذا إذا بيصير شيء لا سمح الله نص بيروت بتروح بدون كفوا علينا؟ يعني ما بعرف انا شو عم بيصير بهالبلد، والله ما عم بعرف. هذا سمح الله صار شيء، مش بس نحن بنروح، نص بيروت رح تروح على الدوره، حيوصل على اخر الدنيا، ما حنبين اشلاء، رح نبين تراب، ما حدا قال لنا شيء، ما معنا خبر. فجاه طلع من بعد الانفجار، بعد ما صار مرفق بيروت انفجر، صار هذا اللي صار. كنا نحن ملهيين عم ننظف ازاز وباطون وقصص عنا هون بالشركه، الا صار طلع ما مبين علينا او شيء. كان في شقفه صغيره مش عارفين شو عم يصير، فجاه ما لقينا الا صار خزان كبير. والله مشكلتنا نحن موظفين هون، نطلع هلا شفتوا انتم الخزان بين معكم بالصور، نحن بنشتغل هون عمال، يعني رايحين جايين هون لقمه عيشنا. ما بتعرف، ما حدا دوله، ما حدا بيسال، ما حدا عارف شيء. البور عرفنا انه ما حدا كان عارف شو موجود بقلب البور وانفجر،
قديش عدد شهداء راح بحدود ال 200 واحد، 6000 جريح بقلب البور. هلا نحن شفت الخزان انت هون، نحن كم موظف، كم عائله بتشتغل هون عم بالشارع كلياته، في عالم مع شارع سكني بقلبه معامل، هيدا فجر فجر 4-5 خزانات، كم بني ادم بده يروح؟ ولا جهه معنيه اجت سالت انه شو عم بيصير، ولا اجى حدا صور، ولا اجى حدا سال. غاز جرد غاز بحطوا خطر غاز، كيف اذا خزان كبير ما حدا سال؟ لا دوله ولا حدا سال عنا، يعني احنا هلا عالم ماتت، نحن مين بده يسال عنا؟ لحديت هلا ولا سياسي ولا حدا نزل سال عن بني ادم اللي ماتوا، اللي كل يوم عم يطلعوا اشلاء، نحن مين بده يسال عنا؟ هلا قادرين، هلا عم بعطيكم خبر انه في الخزان موجود، يعني هنيك قالوا ما حدا بيعرف، هلا كرمال تعرفوا هيدا بعد ما اكتمل الخزان. تفضلوا كل المعنيين يجوا يشوفوا شو صاير عنا، حد منا يعني اذا نحن رحنا مين بده يسال عنا؟ يعني منا عارفين مين الجهه اللي عم بتراقب ولا شو المعايير اللي عم يتبعوها. اليوم بالبلد عم نشوف كل شيء عم يمشي من دون معايير، كله يمكن بالبرطيل بالبرانه، ما بعرف. اليوم ما شفنا حدا او شفنا شو هي هالمعايير، او اجى شي مسؤول حكينا قلنا انه والله هالمواصفات هيدي العالميه هي مطبقه، ما حدا عم يحكي بهيدا الموضوع. فجاه بعد الانفجار لقيناهم طلعوا فرد ضربه. نحن بالنهايه بدنا نشتغل، بدنا نعيش، ما بدنا نجي على شغلنا وايدينا على قلبنا، في عيال ورانا وفي اهل ورانا، فلازم يلاقوا لنا حل. يعني امبارح كنت عم بحضر انا ريبورتاج فيه بال 89 اذا مش غلطان، انفجر شيء على الدوره مشابه، طب ما دمر المنطقه كلياتها وحجمه ما بيطلع قد حجم هيدا، طب هيدا شو بيعمل؟ بعدنا معكم، كنا عم نشوف سوا اصدقائي ريبورتاج موضوعه اعتراض على انشاء خزان غاز كبير على العقار 27 ببرج حمود. وطبعا هذا التحقيق هو برسم سعادة محافظ جبل لبنان اللي تواصلت معه امبارح وطلب وقت لحتى يشوف آلية سلوك هذا الملف، إذا كان مباشرة عبر وزارة الطاقة أو من خلال مجلس الوزراء، أو ممكن يكون ما في ترخيص لهذا الموضوع. طبعا نحن استمهلنا لحتى يقدر يعطينا الجواب إن شاء الله بهالكم ساعة يلي جايين. مع ضيفنا النائب جوب ترزيان، نائب بيروت، بنتابع مشاكل وحلول دايما عبر تلفزيون لبنان، هو من كتلة نواب الأرمن. طبعا من خلال اهتمامهم بكل المجريات والأمور يلي نحن بنحكي عنها من وقت يلي تعرفت عليه، وقت اللي كان بمجلس بلدية بيروت كان ناشط جدا، بيسعى دايما لحتى يقدر يظهر صورة بيروت مثل ما هي قدام كل العالم، يعمل وراء الكواليس أكثر مما يعمل أمامه، مقل صحيح بتصريحاته لأنه العبرة عنده بالإنجاز وبالعمل، وكله مرتبط بالإمكانيات التي قد تكون متوفرة أحيانا وغير متوفرة، وهون الشطارة لأنه بيسعى قدر المستطاع لإيجادها لتنفيذ أي غرض. من خلال التواصل الدائم معه بيسعى عبر كل خطوطه الهاتفية يكون حد كل الناس لحتى يقدر يسابع. مش عم نعمل مقدمة لإنسان بده يترشح الانتخابات، لا، لإنسان عنده قاعدة وعنده رصيد وقدر يوصل لكل الناس بكل محبة لحتى يقدر يتابع هذه المهمة والنشاط. أول ما صار الانفجار ببيروت حكيته، قال لي هلأ الوقت مش للحكي أبداً، وفهمنا هون أنه الوقت للتأمل، للصلاة، لمراجعة الذات، لحتى نبعد عن أي عنتريات أمام الكاميرا ونقول نحن جينا نتفرجوا وشوفوا شو عم نعمل. رح نحاول بهذه الأطلالة نحكي كل الموضوعات انطلاقاً من أسئلة شاملة بحترم جرأته وصراحته ومواقفه. سعادة نائب، أهلا وسهلا فيك. شكراً نيكولا، وطبعاً بدنا نقول الحمد لله على السلامة لكل المشاهدين. نعم. لأنه أنت مثل ما قلت لك كلنا مصابين اليوم، ممكن يكون بضحية بهذا الجرم الغدر، أم بإزاز، أم بالمعنويات، لأنه كل لبنان اليوم مصاب، لأنه قلب النابض للبنان منهار. نعم. من وراء مجرم اسمه، برجع بكرره إلى حين يبرهن العكس، بسيطة ما عليه شو فيها. وهل استهتار يعني؟ أنا صار لي عشرات السنين بقول إنه لو منشيل هول، عم برجع كرره، بسيطة ما عليه شو فيها. هو عم بحكيك جد يعني،
بتوجه هالمشاكل كلها والخراب اللي عم بيصير. بلش احداث لبنان بهالموضوع بسيطه ما عليه شو فيها. نعم بلش موضوع لبنان من 58 لا. لليوم بعدنا بزيت العلم بسيطه ما عليه شو فيها. يحول اليوم هلا عم تحط موضوع الجسخانات ببرج حمول، طبعا منطقه صناعيه بدون شك، بس نيكولا ما في تخطيط، ما في دراسات، ما في شيء على الهوارة. ما فيها تكون دولة ماشية على الهوارة، بده يكون في تخطيط يا أخي. بس تطلع بالسيارة بدك تروح لمحل ما بتعرف وين بدك تروح، فأنت أنا وياك بس بقى ندور السيارة بقى نمشي نعرف وين بقى نروح، على اللي بنعرف بأي اتجاه بقى نروح، ممكن يصير في حادث، ممكن هذا قدرة إلهية، ممكن يصير في حادث، بس ما بتعرف وين بدك تروح. لا. بدك تخطط لها قبل بليلة، بتفكر شو بدك تحكي مع الشخص اللي بدك تلتقي فيه. ما في تخطيط، هاي دولة عم نحكي. وقت اللي صار الانفجار يعني كيف تبلغت الخبر؟ نعم كيف تبلغت الخبر؟ قبل كل شيء وقت صار الانفجار كنت بعدني واصل، لأنه صديقي من لازم نشكره، يمكن طوشني لا روح اتغدى معه، روح اتغدى معه لانه ما بحب يتغدى لحاله. كنا عم نوزع مسكات على شركة الكهرباء، منيح انه صار هيك، كان في 10 اولاد، انا خلص نسينا حالنا. منيح انه مشينا من هونيك لانه عم بوزعوا مسكات، كانوا شباب حزب التشناك، يعني الفرع الشبيبي تبعهم، نوجه لهم تحيه كمان يعطيهم العافيه. ايه كنا تحت شركة الكهرباء، قلت له اخر شيء امه في اللي وصلت الرساله، لانه هي رساله توعيه، ومش الحال حمله توعويه ودوى الانفجار وصار اللي صار. بس ما كنت عم بحلم انه يصير هيك شيء، ما بتتخيل يعني. لا 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 لا، هذا شيء جنون لا يوصف. عم بحكيك جد. نعم يعني اذا الجنون فنون بيقولوا، بيخلقوا فيه، بيعملوا فلومه، هيدا تخطى هالموضوع، هالحادثه تخطت كليا. يعني ستيفن سبيلبرغ يمكن ما بحياته كان بيفكر ممكن يعمل فيلم بهالطريقه. نعم استاذ جوب، اليوم كتله نواب الارمن وضعت بتصرف بلديه بيروت وكمان بلديه برج حمود والمنظمات غير الحكوميه التي تعمل على الكشف على الأبنية المتضررة بسبب انفجار المرفأ سكانر حديثة ثلاثية الأبعاد مقدمة من السيد جورج بوشيكيا، لحتى تكشف بطريقة متطورة على الأبنية المتصدعة وتعين الأضرار اللي طاولتها وتقدم الحلول. أولا مشكور للسيد جورج بوشيكيا، الله يديمه بهالهمة. ولكن ماذا يعني هذا وضعتوه أنتم مش موجودة عند حدا، لا هيئة عليا للإغاثة ولا فرق الجيش ولا بلدية؟ لا ما عندهم هالسكانر. نعم. هلا حطها بالتصرف لنشوف بعدين شو بقى نعمل. بتعرف استاذ زيكولا، نحن أعضاء المجلس البلدي كلياتنا بنعرف كثير منيح إنه خلال الأحداث تعمرت بنايات بوضع وقت كنت بلدية بيروت يعني. ايه بوضع شوي مش سليم، لأنه استعملوا يمكن وبتعرف كان في كثير أبنية آلة للانهيار بسبب إنه خلال الأحداث تعمرت بنايات بوضع مش مقبول، يعني بيتون يعني مش لا بفتكر مستعملين رمل بحري أم مش مغسل شيء هيك. دائما كنت أقول إنه لازم نجيب هالسكانر لنطمن راسنا، لانه اذا ما بنعرف شو وضع البنايات. نعم ليك بتعرف انه انت عندك الانتات، يعني عنوان حلقتك ممتازه، مشاكل والحلول. اذا ما بتعرف شو مشكلتك ما فيك تلاقي حلول، مش هيك رح تقدموا الحلول بالنتيجه بعد سكانر. هيدا السكانر بحدد المشكله، بتحدد المشكله، يعني بتعمل سكان للبنايه 3D بتحدد المشكله، اذا في مشكلة بنيوية، مشكلة بالحديد، كل المشاكل بتحللهم وبتعطي حلول الممكن المفروض ينعمل لنقدر نخلص المبنى. عندك فكرة إذا بتشتغل بسرعة يعني، لأنه عندنا مباني يعني كثير. ليك اليوم لأنه بدنا نقدر نلحق. نعم الموجود بدنا نجود فيه. نعم. جبنا أسكان أكيد في
أهم منه 6000 عقار منه. متضرر مثل ما قال صباح اليوم نقيب المهندسين 6000 عقار قلب مدينة بيروت انهارت أي 6000 عقار اللي ما عم بيقولوا نقيب المهندسين مش بس 6000 عقار ذاكرة لبنان محت حدا بيحكي يا عمي ذاكرة لبنان انت متابعني استاذ نيكولا وقت كنت عضو مجلس بلد قديه كنت ناضد كرمال الاحياء التراثيه مش الابنيه انا متخطى الموضوع الابنيه ماشي بس الاحياء بعد كلهم بيفكروا انه الاحياء بيحكي عن الحجر نو ابدا تعالوا اذا لابد نعمل شي نهار جوله لنشوف هول الاحياء الصغيره كيف الناس بيعيشوا فيهم كيف في بعض هالتكاكين كيف بعض في هالحداد في امور بمدينه بيروت عن جد اذا شخص بس بيعطي شويه وقت له انا بيسالوا ليش بتعشق بيروت ما معقول ما تعشق مدينه بيروت ليه لانه الناس الطيبين بيخلوك انت يعني تعشق المدينه وبتضطر تشتغل اكثر لمدينتك اذا عندك مسؤوليه لانه اخر مطاف هي تاريخنا هي كاركترنا شو كيف بيقولوا الكاركتر اللي طباع خصائل شو خصائص مدينة بيروت نعم. يعني عندك الكاركتر يعني عندك سوري يعني يعني من الهايسيت للكنائس والمساجد عندك من نايت كلابات عندك كل انواع الناس متوفره كلها موجودين بموقع اسمه مدينه بيروت بنص الشرق يلي ما في مدينه بتشبهها بالعالم مش بالشرق بس ما في تسمح لي فتش ما بتلاقي اذا هلا بتفتش نعم. روح على اي مدينه بدك اياه بيكون عنده كاركتر معين هذا هو نعم. نحن كاركترنا بتستقطب كل الناس تسمح لي أسألك سؤال بس منه استفزازي لا يأخذ منك جواب استفزازي أنت عضو مجلس بلدي كنت واليوم نايب تمثل بيروت وهذه الخصائص اللي عم تحكي عنها ليش الناس استفقدوا بلدية بيروت بهذه المرحلة ليه ما كان في مخطط يكون في خلية أزمة ليه ما كان في يعني تجهيزات تعين بيروت اللي اندفنت 4-5 مرات بالزلزال هلا هذا السؤال يسأل صرنا يعني في مشكلة بلبنان نيكولا في خلال مجلس السابق لأن أنا بمجلسين مجلس السابق كنا عم نشتغل على مشروع وصلنا لخواتيمة ما اتابعت بيجي جديد بينسوى القديم مع أنه الحكم استمرارية مفروض يكون هيك مناكفات قصص برأيي سخيفة تضيع وقت على أمور بلا طعمة بتوسك لهون مسؤولية مش هيك مسؤولية بدك تتحمل المسؤولية بدك تتحمل المسؤولية يعني سيت هلا بجيب لك شو اسم المكتب كمان اللي عم بنعمل كان دراسات انجزت الدراسات مفروض كان اندفع عليها يعني كمل ناس التفاصيل عم بحكيك عن موضوع إلا 5 سنين بس انه بعدني اذا بدك هلا بشيل هلا بعطيك شو اسم المكتب اللي شغل مع UNDP يعني مش انه مش شيء انه بيروت تستحق ايه لانه ما هي في تاريخ فيها وفي امكانيات صراحه هلا بطل في امكانيات كمان لانه ورا فرق العمله لو وقتها تنفذ كنا وفرنا كثير صراحه يعني ديك بدي اسألك سؤال بيسألوني هلا عن جد كل اللي هلا عم بقولهم اي شخص بشك انه مني قايلهم ما بده شيء بيرجع على صفحة الفيسبوك تبعي بيرجع لورا بيرجع على 10 سنين يعمل سكان بده يلاقيهم لانه هو مش معقول ما يكون قايلهم نعم انت في مبنى عملوه اسمه سما بيروت نهار جنات جنونة لانه بتعرف ببلدية بيروت البلدية مقسمة لشقين شق اسمه تقريري مجلس بلدي ورئيس المجلس وشق التنفيذي محافظ
والإدارة. لليوم أنا مش مصدق كيف بيعطوا رخصة، مع احترام للكل، كيف بيعطوا رخصة لمبنى سكنية وفيه مكاتب، ناس ضهرين ليروح على شغلهم، ناس فايتين ليروح على شغلهم. طيب مين عامل ترافيك؟ وضح لي يعني، وضح لي أكثر. يعني عم بعطيك هلا، عم بعطي بس خلاصة يعني مثل بسيط كيف البلد ماشي. يعني عم بعطي خلاصة شو أصبت ناس رايحين وناس راجعين. خليك انتبه، بدي ارجع اقول لك ايه بيقولوا. مبنى لحاله، مبنى مثل ما هو، فيه سكن كم طابق؟ هو هيوج، ما بعرف 40 طابق يمكن، كل ازاز معروف سما بينهم. بتجنن، مع انه انا ما بحب، يمكن بحب يكون في خلط بين التراث اللي كان عندنا اياه مع كيف تطور، يعني انا هيك بحب. نعم. كل بس هذا دنيا اسوء، ما فيك تجادل فيه. تضرر بالانفجار؟ ما شفت. نعم. مع المزبوط اكيد، بس تضرر لانه بالوجه وعالي، لو ما وصلت لهونيك عم روح على المناطق اللي متضررة، مش متضررة بس انه اقل حظوظا من الناس اللي قاعدين. نعم. فيه المبنى فيه سكن. أوكي. وزيت المبنى فيه مكاتب. ركز معي هلا، انا صار وقت لروح على الشغل، انت صار وقت تروح على الشغل، انا نازل من المبنى انت جاي على المبنى، بتعرف شو بصير في عجل السير؟ ما في دراسة. يعني حدا اذا بده يجي يقول لي انه هالغسخانة اليوم في كمل ببرج حمود، بصير بتطلع انه عملوا الدراسة، انه فكروا انه اذا ركبنا اليوم غسخانة عايزينها بدون شك. انه بعد تطور المدن اللي صار، بعد بنحط غسخانة ونيكي، بيقولوا الغاز لحاله ما بينفجر. دلق. هيك اجاني الجواب، قال ما في خوف، ما بينفجر اذا ما كان في حد منه فيول او غاز او شيء او بنزين او شيء ثاني، ما بينفجر. قال يعني انا بعد ما نسيت انفجار الدوره وال 89 والحديد اللي طاروا فاتوا على برج حمود على الدوره، شو هالحكي هذا؟ ما هذا اليوم البلد كل واحد اخذ وظيفه. نعم. ما عمل وظيفته. في ناس استقالوا. لا لا، كل شخص حسوا بتقصير استقالوا، حتى من البلدية. لا حبيبي، حتى من البلدية. لا يعني لا 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 لا. نعم. في ما مش هيك من السائل، انا عم بحكيك اداريا هلا. نعم. يلي استقال من مجلس البلدي، انا عندي رأي تاني بالموضوع، لانه هلا ناس عايزينه، هلا يعني انه هلا اليوم عايزينه، يمكن هلا هو مع الناس ما بدون شك. واكيد ما انقبل واصلا ما سجلوا له الاستقاله لهذا الشخص، صديقي كمان. هذا شيء ثانوي، انا عم بحكيك عن الاداره. يعني اليوم تنظيم مدني مثلا، ام اي اداره مختصه يعطونا شو قدموا للبلد غير ما قبضوا المعاش. بعدها يلي عندك محاولة يمكن 20-30 ألف موظف، لزوم لا يلزم. بدي ارجع اقوله، مش انا عم بتهجم عليهم، عم بقول انه في خلل من الدولة اللبنانية انه ما اعطت البيئة الحاضنة لشركات الخاصة يتطوروا، لهدول الاشخاص اللي هلا ما عم بيعملوا شيء وتعودوا على الكسل، على نمط تاني من الحياة. نعم. بس يعرفوا يقبضوا معاشات، يكونوا منخرطين بقطاع الخاص. نعم. بوظائف بمعاشات كثير مقبوله، وهيك بيتطور البلد. يعني اليوم اذا القطاع الخاص منه منتج. نعم. نيكولا ما بفوت ضرائب على الدوله اللبنانيه، يعني حسب لنقول الدوله اللبنانيه الولد. نعم. والبي القطاع الخاص، اذا البي ما عم بيطلع مصاري ما في يعيش ابنه، صح؟ صح. زيت الفكره، اذا القطاع الخاص ما انه منتج، دولة ما بتطلع مصاري، لا بتتدين مثل ما تدينت على الصين. الصين عم بيتدينوا على شو؟ ما في تخطيط، ما في يعني. نعم. تصور اليوم عم نحمل الجيش
أكثر من طاقته. هي تحية للجيش اللبناني، مش بس تحية كبيرة، أنا بنحنق جنانا لهم. يعني والله العظيم أنا ماشي على الطرقات بقلب عجقة سير، ناس عم بكرفتوا بتطلع هيك بشوفهم، يعني مش شجر، هو ناس بني آدم عم بيشتغلوا عم بيهلكوا ليوصلوا، الله يحميهم يا رب، يتأكدوا انه كل شيء عم بيصال لصاحب الحق. ساعتك يعني بدي منك توضح لي منعا لأي متاجرة أو محاولة استغلال أحزان الناس وآلامهم في بيروت المنكوبة، طلبت من وزارة العدل أو من الوزيرة تحديدا ومن وزير المال شيء واحد، حولته لوزير، شو طلبت؟ اليوم وقت شخص بيكون منفعل ممكن ياخذ قرارات، تقصد يعني بعد الانفجار اللي صار، بعد الاضرار، المصابين يعني والمفجوعين، ممتعد. هلا بعد ما انت تكون مفجوع ومجروح بتصير ممتعد، بهاللحظه ممكن تاخذ قرارات متسرعه وغير صائبه. نعم، في ناس عم بيحاولوا يستغلوا هذا الوضع. شو بدك من وزيرة العدل؟ بدي خبرك شو صار. انا قبل كل شيء اخذت هيك مسحه انه عم بيبرموا الناس ليشتروا شقق الناس اللي متضرره. ما طلع قرار بالموضوع التراثي ممنوع ينبيع التراثي هذا. نعم. هلا صارت غيرها بدها تنبع كمان؟ هلا بس التراثي بعده واقف. نعم، اذا مش واقف على الارض ممكن يبيع. مش عم بحكي عن تراث، ما بيقدر يبيع، ما طلع. عم نحكي عن الابنيه العاديه اللي مصابه. في ناس عم بيجربوا يستغلوا وجعهم. نعم. وألمهم وامتعاضهم ويحاولوا ياخذوا بسعر زهيد. انا كل اللي طلبت من وزاره العدل انه يطلعوا تعميم ام قرار يمنعوا كتاب العدل يعملوا وكالات بيع، وكالات غير قابله للعزل، عقد بيع، التنازلات، تنازلات عن الاجار، عده امور مساردهم انا باللي قلتهم. اي اجراء قانوني يعني؟ اي اجراء قانوني بيسهل هذا الموضوع. نعم، الى حين نقطع هالمرحله لنشوف شو بدنا نعمل. واكيد طلبت من وزاره الماليه كمان ما يستقبلوا طلبات قيمه تاجيريه. وطلبت كمان من بلدية بيروت، مرقت عند سعادة المحافظ ورئيس المجلس مشكورين أكيد دغري، هن أصلاً كانوا عم فكروا بهالمواضيع إنه ما يعطوا إفادة المحتويات. نعم، لأن عم جرب لإتمام عملية البيع يعني. إيه، لنجرب قدر الإمكان. نعم، نوقف هالبروسيس. ليش شو سامع أنت يعني؟ لا جد الموضوع إنه أنا شخص سلفان لي قال لي اتصلوا فيه بخط كلير وعم بيسالوني وقلت لهم يا ريت. وين الغلط اللي وين الغلط هون؟ انه اسعار بقى يعني عم يحاولوا ياخذوهم باسعار زايده. نعم، يعني هلا انت مبتعد ومكسور كذا، حقهم لازم يقبضوا. هلا اليوم هون الناس بدو يجيهم هالمساعدات، بدنا نشعر رمم مدينتنا. يعني هاي لا خبرك شغله، نحن مدينتنا مش حنتركها، بس قول مدينتنا، ما عم بقول عن الحجار، ناس قبل الحجار، مش حنتركها. يعني شو ما حاولوا كيف ما حاولوا، بدي اقولها بدك تلاقيني مثل بقول الكلمه قولها مثل السعدين بوصل لهونيك دغري حدهم. ما في هي مدينه انا ومن امثل نيكولا. نحن هيك مش بس لانه مضطرين نكون هيك، واجبنا تجاه مدينتنا. نعم، انه نقف مع ناسا للحجر، حجر الردة. جاوبتك الوزيرة لنعرف قيمتها اكثر. طمني، جاوبتك الوزيرة او الوزير؟ ما عرفت اذا طلعوا قرار، لانه عم دلني على الارض. نعم، لانه السولاري ما عم بيوقف. يعني هون بدي كمان اشكر كم بلدية لانه هلا عم بتذكرهم. نعم، بدي بداية بلش من بلدية غبيرة. نعم، وما بعرف اذا هلا غير بلديات اللي بدي اسميهم اكيد كمان كان عندهم ايد طوله ليساعدوا مدينه بيروت. نعم، بدي اشكر ويليام خوري رئيس بلديه المنصوريه واعضاء المجلس، بدي اشكر ري جوان حباش رئيس بلديه جوني واعضاء المجلس،
ورئيس بلدية مطيلب بول شديد وأعضاء المجلس البلدي، لأنه بطلب بسيط وحتى في رؤساء بلديتين لحالهم صاروا يتصلوا فيه أنه وين كيف فينا نساعد، عنا هالمعدات عنا هالموظفين نزلوا ساعدوا الناس مشكورين. وبس هاي رسالة مفروض وصلها، أكيد في غير بلديات أنا ما بعرفهم، أكيد في غير مقاولين ومهندسين عم بيشتغلوا، وفي كتير جمعيات عم بيشتغلوا. هلا في بعض الجمعيات امتعضوا إنه ليش طلب منهم ينزلوا على الطابق الأول على بلدية بيروت، يمكن ما فهموا هن بدو ينزلوا كانوا على الطابق الأول لنأمن حماية لعملهم. هلا بخبرك حماية لعملهم، ونقدر نحمي العقارات اللي اليوم متروكة وفي ناس يفوتوا عليها. طلب منهم انه يسجلوا بس لا يعرفوا مين عم يشتغل على الأرض، لأنه في ناس هن أكيد انتعضوا لأنه نواياهم نظيفة وصادقة، بس في ناس استغلوا الظرف وبلشوا كانوا عم بيسرقوا الأغراض من بيوت الناس، خصائصهم عم ينسرقوا، براداتهم، اير كونديشنات، الحديد، الكسر، كله كانوا عم ينسرقوا. طلبت أنا من وقتها من المحافظ أنه لقوا حل لهذا الموضوع، لقوا حل أنه مفروض ينزلوا ياخذوا بطاقة تعريف، أنا ما بعرف كيف عملوها، لا قدروا ما حدا يستغل هذا الظرف. أنا معك اللي بدي أقوله يعني أنت عم تحكي عن بيروت بهذه الحنية وبهذه الدقة، ولكن بالختام بيروت مركزية لبنان العاصمة، يعني مفترض انه بهذه المرحله ما تقدر تواجه يلي صار على الاقل بخطه طارئه. يعني معلش ما بنرجع للخطه، هلا لانه عم تسمي كل البلديات هي البلديات حبيبي. يعني عندها امكانيات اقل منكم وعم بيرحم بنسال هيك اسئله كانك عم تفوت الخنجر بصدري وعم لا ما انا من بيروت كمان وانا بتعز علي يعني ما هلا عم لك انه هيدا الموضوع نيكولا صرنا مليون مره حكي فيها، اليوم عطيني السلطة أنا بنفذها، عطيني أنا السلطة لنفذها. شو كنت إذا عندك القرار يعني لك شو بتعمل؟ قلي كنائب شو بتعمل أول شيء؟ أنا نائب عن بيروت شو بتعمل؟ إذا القرار عندك بس قبل بس أعطيك مثل بسيط، أنا نائب عن بيروت وقت عملوا إذا بتذكر مناورة للريسبونس تبع الكرايسيس بجبل لبنان تتذكر؟ أنا طلعت لفوق رحت شفت الغرفة وهيدا ونهار صرحت انه مفروض بلدية بيروت تكون اولى بهالموضوع. نحن بمخاطر تبعنا اكتر بكتير من انه مخاطر جبل لبنان. اليوم ما نعمل، اذا بدك تعطيني السلطة لإلي قبل كل شيء بجيب كل شخص مختص بدومانه بحطهم بالمراكز المفروض يكونوا. اول شغلة اليوم لازم نبلش من الصفر، نحط تخطيط والرؤية لبكرة شو بدنا للبنان بكل قطاعاتها. بكل لنقول بالسياحة بالصناعة بالاقتصاد بكل اللي انت براسك نيكولا. ما في تخطيط، انا معك يعني كل ما في استمرارية. اذا حدا اجى حط تخطيط اجى تاني لغالوية. يعني انا اليوم وقت اللي عم بستقبل الضيوف البعض بيقول انه في تقصير من بلدية بيروت ما بقدر دافع عنها. انت اليوم دافع. في تقصير، انت ما شفت في تقصير؟ بلا انا مش في تقصير. نعم. كيف ما في تقصير؟ بس انا مش عم بلومهم، عم بلوم انا رأس الهرم. عم بيجي يقول انه اليوم في بروجرام ماشي بده يكون في استمرارية. من تقصد برأس الهرم؟ اي وزارة الداخلية والبلديات مفروض يكون حاضنة لهالامور ويكون في متابعة لكل الملفات. انا لخبرك شغلة، مش بيعني انه اليوم انا اذا جيت عملت عضو مجلس بلدي حلفني حظ انتخابيا وصار بكون خبير لنقول بالبنى مثلا، بكون لنقول بشي موضوع معين بفهم فيه. المفروض يكون في بالادارات، ادارات
اليوم إدارة بلدية بيروت عضو لعهدين يعني إيه لا عندك خبرة بلوشة عندك خبرة ما بخبرك نعم. اليوم إذا بتشوف الإدارة نعم ما فيها مهندسين أوكي يعني الأشغال بالأمانة نعم. فاضية مين بده يعطي إذن ليعبي دولة لبنانية نعم. يعني مش عم بلوم المجلس البلدي أم البلدية عم بحكي بالكامل الموضوع نعم. ما في رؤية ما في تخطيط مشكلة كتير كبيرة نعم. المشكلة الأكبر وقت تكون حاكي بالموضوع ما حدا عم يسمع كان مفروض ينسمع ضوي هالانفجار هالقد عالي لنقول يا ريت ما بعمره عمر بيت نعم. يعني في أمور صدقا نيكولا مش نعم. مش عم بتبجح بحالي نعم. مقهور لأنه مقهور أمور لو ما انتك شايفهم ما بتنقهر نعم. روح جيب أعضاء مجلس السابقين بقول لك بعطيك الأسامي من الرئيسة لو بقولوا لك كل المشاريع ما صوت بعد نعم. هلا أنا عم نحمل حدا مسؤولية ولا لا الروتين الإداري النظام ككل عم بقول نعم. أوكي. سيستام اللبناني هو. كيف عم بيمشي نعم. خطأ لقلك شو اليوم أعطيك مثل البلدية ماشي؟ تفضل ما لقيت مثل ناخد الدولة اللبنانية مصغر البلدية بيروت نعم. بلدية بيروت تغير المجلس بس الإدارة ما تغيرت لازم يكون في يعني استمرارية العمل وين استمرارية العمل؟ كان بالمناكفات بس بين وبين؟ كان بالمناكفات ما انا بين وبين ما لانه انا طبعي نيكولا ما بفوت بهالتفاصيل والمستغرب انه وقتها بعد سنتين انا في الليل طورت المناكفات ببلديه بيروت وما صار في انتاج لوين وصلتنا المناكفات لهذا الفتور اللي عم نحكي عنه هلا يعني بكل شيء بالمئويات يعني يمكن 1% احد الاسباب بس عم خبرك اليوم نعم. أي شغل بنعمله بده يكون في نعم. استمرارية أنا جيت اليوم نعم. هالإدارة واقفة عم بشتغل على موضوع عم بعطي اقتراحات أراء كذا نعم. هالإدارة عم تنفذ بس أوكي. لازم يكون عندها يعني عندها العدة عندها الموظفين عندنا هيكلية إدارة بلدية بيروت فضية يعني مش لازم تضل هيك لازم تتغير حتى الاطفاء يعني مفترض ما يصير اللي صار انا بس يعني هلا ما دام انت عم تقول عن الاطفاء نعم قبل كل شيء بدي اعزي اهلي وهو منه لالي شهداء ونحن كمان انا هو لالي ضحايا نعم عم بحكيك شغله بقول لك ليه انا ما بسامل كلمه بتحدى لانه بتعرف ما بعملها انا بطلب يطلع هلا القائد الفوج ام اي شخص مسؤول نعم. عنهم يقولوا لنا شو كان بروجرامهم خلال اخر السنه شو تمرنوا شو عشو تدربوا بس بروجرامهم على خلال نعم. السنه خلي يبعثوا لنا اياه لا ما ارجع استعمل هالكلمه قول وقتها هن شو هذا لانه بتعرف كانه هن مندفعين عم بيعملوا شغلهم نعم. وقتها شو هذا هلا بالنسبه لي هو ضحايا نعم ليه؟ لأنه بسيطة معليش شو فيها ضحايا الإهمال مع المجرم اسمه ضحية المجرم اسمه بهالمصطلحات بسيطة معليش شو فيها أنا بدي أشكرك النائب أجوب بكر تلزيان قبل ما نختم الحديث بدنا نذكر في غرفة طوارئ المتقدمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية نعم. في المنطقة المنكوبة جراء الانفجار نعم في الواتساب رقم 01 نعم إذا بيطلعوا على الشاشة نعم يلا 01-987-001 واتساب هيدا على الواتساب هيدا نعم وتليفون لو 01 وتليفون 01 تليفون 01-987-002-03-04 و 99-00-55 كمان 01 نعم يعني هالغرفة لشو بس من ختام حتى تبقى عنا أماني نحن غرفة الطوارئ لأي إنسان بيحكي قيادة الجيش نعم.
هن اللي بتعرف هلا هن مستلمين الوضع ببيروت يعني. وبكره ان شاء الله بينتقلوا كمان عبر شحمود. هالغرفه هن عم بيتابعوا كل شيء كل شيء يعني نعم. من اغاثه من مساعدات من كل اي شيء اي له علاقه بال الرقم عندنا اماني بليز اذا فيكم الرقم اماني طبعا كان على الشاشه ورح يبعث. طبعا انا بدي احييك ساعه النائب اجوب تلفزيون بدي وجه تحيه لصديقنا النائب اجوب بكر دونيان تحيه كثير كبير بحملك اياها على الهواء كمان وبنشكره لجورج بوجيكيان لانه ما حكينا كثير عن السكانر نعم. بكره بده يكون اول نهار بكرة. اول نهار نهار الاربعاء الظهريات عم نقرر كانوا كمان احنا ميدانيا وين ايه بدنا قبل كل شيء نقرر اي مبنى مع قياده الجيش يلا مع العميد حويك اي مبنى بدنا نعمله سكان بنعمل سكان نهار الخميس نعمل البرزنتيشن شو النتائج اللي بيطلع من هالسكانر وبنسلمهم السكانر لهن يكملوا مع اكيد الشخص المتخصص بالموضوع. شكرا لك حبيبي. شكرا لك شرفنا واهلا وسهلا فيك وان شاء الله كنا نحب نلتقي بهذه الاطلاله بظرف غير الظرف الحالي اللي عم نحكي فيه لانه انا كنت اخذ قرار نيكولا انه لانه صار كان وقت الصمت وقت عمل وهلا بعد برجع بكرر للجميع انه هلا وقت صمت وقت نعم. عمل شكرا لك اصدقائي نحن متابعين معكم برنامجنا فاصل ونعود لمشاكل وحلول. بعدنا معكم ومستمرين دائما عبر تلفزيون لبنان من بيروت اللي ما بتموت تحيه لكل الاصدقاء متابعينا وين ما كنتوا. ضيفنا هلا المهندس محمد السعودي رئيس بلديه صيدا ورئيس اتحاد بلديه صيدا الزهراني. طبعا بكل المناسبات اللي كنا عم نحكي عنها بنسعى دائما لحتى يكون في حضور معنوي ولكن عندما يكون هذا الحضور المعنوي المهم جدا مقترن بقافلة كبيرة وأكثر وأكثر لحضور ميداني على الأرض لحتى يكون تنظيمي لكل الحملات يلي بتحكي وبتقول كرمال بيروت ومنشيلك عكتافنا من صيدا لبيروت. طبعا هذه الشعارات رئيس بدي أقول لك أولا أهلا وسهلا فيك عبر مشاكل وحلول مشكورين عليها مشكورة صيدا مشكورة رعايتك ومشكور وقتك اللي عم تسعى قدر المستطاع. حضرتك كنت ميدانيا إلى جانبك المحافظ ورئيس بلدية بيروت وعم تحاول يعني تزودهم بكل الإرشادات المطلوبة لأنك أنت إنسان من 55 سنة بقطاع العمل خارج لبنان وبلبنان وعندك الخبرة بالورش وبكل هذه المعطيات فهي محطة لنقول لك بالفم الملآن شكرا لمحمد السعودي. أولا أنا بدي أقول لك أنت كمان الحمد لله على سلامتك والحمد لله على سلامة الموجودين في مدينة بيروت وأهل بيروت اللي هم أهلنا. الله يرحم الشهداء والله يشفي المرضى اللي موجودين وينقذ هالناس الموجودة هلا وهيدي واجبنا. رئيس انت في لبيروت يعني معزة ومحبة وشي خاص بقلبك يعني مع كل التقدير يعني لكل المدن ولكن انت بالنسبة لبيروت وقت اللي سمعت وشفت وتابعت وعاينت شو تركت عندك اندفاع واثر لتقوم بهذه المبادرات؟ أنا أولاً لبناني وبيروت هي عاصمة لبنان نعم. فيعني نحن بيروت إلها يعني معزة خاصة عندي وعند أهل صيدا والمفروض يكون عند كل لبنان. تعرف نحن يعني علاقتنا بمساعدة مدينة بيروت ما بتبدأ من هلا إحنا نعم. من سنين ونحن عم نساعد بيروت بمعالجة النفايات أوكي. يعني مثلا عندنا نحن صيدا ونطاقها اللي هو صيدا الزهراني زائد عين الحلوة عندنا بنعالج 250 طن يوميا للنفايات الموجودة عندنا نعم قدن وأكثر بناخذ كل يوم من بيروت فيعني هذه أنا دائما بقولها وبفتخر إنه عم نقدر نساعد عاصمة نعم. بلدنا. طب اليوم يعني القافلة يلي كانت أول قافلة 28 إلية محملة مواد غذائية وجبات سريعة عيادات نقالة إسعافات ملابس للأطفال مياه للاستخدام ومياه للشرب بالإضافة لأطفائية تنظيف للطرقات وأكثر من 200-300 متطوع كانوا معكم كيف خطرت على بالك و28 إلية وأكثر بالمرة الثانية وغيرها كيف لحقوا تجهزوا بهذه السرعة ليكونوا لمدينة بيروت؟ أول يوم الانفجار أول يوم الانفجار الانفجار اتصل فيه شخص من بيت دمياطي وبيشتغل في المطار في المرفع وقال إنه نحن عم نشيل
الركام وعم يعني ننظف في الميناء وصار ليل وما عندنا ضوء. عندكم شيء ضوء تساعدونا؟ بعثت لهم تاور لايت اللي بيخلي يعني غرفة زي هاي كلها الكبيرة زي النهار. بعثت لهم بنفس اليوم دون اليوم الأول ليل أربعة آب. أيوة اليوم الثاني لأنه الناس كانوا عم بيقولوا أنه ما كان في إضاءة. إحنا بعثنا بأول ليلة نعم. كانت الإضاءة موجودة نعم. وبعدين لما شفنا أنه في هالحاجة هاي تاني يوم بعثنا أربعة تاور لايتس مع جنريتر وسيارة دل معهم لا يقدروا يستخدموها في الإنقاذ الليلي. مشكورة جهودكم يا رئيس. طيب اليوم نحن يعني بالإضافة للي عم ينطلب منك أنت كان في تنسيق مباشر مع البلدية مع المحافظة لحتى يكون في تنسيق ولا أنتم المبادرة إجت وعملتوا 28 قافلة ووزعتوهم ببيروت؟ ومن أول يوم صارت نعم. الانفجار المشكلة نعم. والانفجار اللي هو أكثر من انفجار يعني شبهوه بهيروشيما وناجازاكي نعم هو بالرابع عالميا مثل أيوه. وصلنا في ترويترز. فمن أول يوم أنا اتصلت برئيس البلدية وأستاذ جمال عتاني وقلت له أنه نحن حاضرين وعم ببعث لك كل يوم تقرير يومي شو عم يصير من الناس اللي بعتنيهم نحن. ولحد هلأ كل يوم بيوصلوا تقرير يومي عن شو عملنا بنفس شو عم تعملوا رئيس لليوم. يعني أنا بهمني نقول يعني بالإضافة يعني إذا فينا بس نضوي على القافلة يعني لمين توزعت أنتوا قدمتوها للناس مباشرة بالشوارع بالأحياء ولا عبر بعض الجهات هي تولي التوزيع؟ في عندك يعني نعم. الموجودين نعم. على الموقع أولا تجمع المؤسسات الأهلية نعم. اللي فيهم تقريبا عندهم أكثر من 300 شخص. 300 شخص هدولي يعني عبارة عن ناس فنيين مثلا عندك نجار حداد نعم. أدوات صحية معلمين كهرباء هدول كلهم أجوا مع المؤسسات تجمع المؤسسات الأهلية. في كمان الحركة الاجتماعية وفي تجمع المدن القوية وفي شركة أنتي سي سي اللي هي بتجمع النفايات في اتحاد سيدة الزهراني نعم. كلهم انوجدوا باليوم الأول نعم بطلب منك أنت يعني أي طبعا. طب اليوم يعني أنتوا المساعدات اللي قدمتون كم شخص يعني ممكن يستفيد منه رئيس؟ يعني نحن عم يصير أنه مثلا 28 قافلة كبيرة نعم. هذه القافلة هذه جزء بسيط جزء بسيط جزء بسيط من اللي أجر نعم. إنما في عنا يعني هقول لك شو تقريبا بنشتغل نعم. يعني مثلا عندك الحركة الاجتماعية باليوم الأول نعم. عملت توزيع توزيع 500 وجبة بشكل نعم. يومي من نعم. اليوم الثاني نعم. والثالث. بعدين صار في استقبال اتصالات من الأشخاص نعم. زي بتقول لي حضرتك هلأ فيه بسن الفيل إذا حدا بيتصل ونبعث لعنده طبعا نحن. نعم. بعدين عندك يعني في شيء تقديم وجبات للأطفال نعم. هلأ التجمع الكبير اللي هو تجمع المدن القوية لا سوري تجمع المؤسسات الأهلية هذول عندهم تقريبا فوق 300 شخص هلأ نعم. خزانات مي تعرف اللي لما انفجر البيوت راح منها المي قدمنا لهم خزانات مي ووصلنا لهم هي للبيوت نعم. إلى جانب تنظيف الشوارع يعني شبابيك مكسرة بنرجع بنرممها فأي شيء في هيك وضع بتيجي على شارع مثلا احنا استلمنا الكارنتينا بالأول نعم اوكي الكارنتينا بتفوت عليها بتشوف نعم. شارع شارع نعم الشارع بتنظفه المباني بتطلع على المباني بيطلعوا بيت منزل يعني بيت بيت وبصلحوا فيه يعني لاحظ هون اللي عم نشوف يعني مشكورة جهودكم أنتم من خلال يعني الشباب والآليات اللي كانوا عم يتابعوكم. رئيس اليوم أنت عملت يعني جلسة مع المحافظ ورئيس بلدية بيروت جلسة ميدانية أيوة. شو كان عنوانها؟ عنوانها هي بداية يعني البداية الرسمية للحملة اللي أطلقناها وإحنا قلنا نحن جنود هنا موجودين في مدينة بيروت للمساعدة نعم. أي طرف بيقول يعني بيحددوا لنا هم
البلدية والمحافظة بحددوا لنا وين بنشتغل حتى ما يصير في كل واحد يشتغل على ذوقه. يعني مثلا عطونا الكارنتينا نعم وعطونا سن الفيل وبرج حمود نعم رئيس. إذا بتسمح لي يعني أنا شئنا أم أبينا خبرتك أنت كمهندس اليوم عم تضع بتصرف كل المتطوعين والفرق الموجودين ميدانيا أي أو لا؟ ما في شك يعني مش بس خبرتي أنا لا الخبرة ضرورية يعني مش بس خبرتي نعم. خبرتي و... و... وأي إمكانيات نقدر يعني نقدمها ما بنقصر اي طبعا. طب الامكانيات اللي حضرتك انت عم تحكي عنها يعني من القوافل اللي قلت لي انه هن عينه صغيره وصولا الى اقصى المساعدات يلي عم تتقدم على نفقه مين عم بتكون في عندك كويس السؤال. في عندك مثلا اليونيسف نعم دعم للمبادره في عندك النجده الشعبيه الفرنسيه في اليونيسف في اركينوفا هودي بالتواصل معك انت رئيس مع مش معي انا نعم. مع المؤسسات اللي نعم اللي عم يشتغلوا معها شوف لانك انت الراعي العمل, العمل نعم. هو عمل يعني مؤسساتي مش جماعي مع شخص ولكن انت في لك رعايه لانك قلت انك ما في شك انا انا ايه؟ انا بشرف عليهم نعم. انما كل واحد يعني مسؤول عن شغله بيعملها والا بتصفي وان مان شو نحن لا نشغل كمجموعه. في عندك السفارة الفرنسية نعم. وبعدين في تبرعات من الأهالي من صيدا وسور والزهراني والنبطية وأنا بشكر كل واحد بيقدم أي دعم للحملة. ميدانية أنت عملت جولة بالمنطقة ولا بعد؟ أكيد أكيد يعني كمهندس يعني قديش بدنا وقت لحتى ننفض غبار هذه الصورة وترجع بيروت لعزة اللي كلنا سوا بنتغنى فيها؟ يعني ما مش عاطفي ما ما بدي اقول لك بكره حتى لا لا ما قلتلك ما بدي احكي عاطفي بدي وقت نعم. بدي وقت وطبعا حسب الامكانيات الموجوده يعني انا بقول بدك اشهر تواضع بدك أشهر. طب رئيس اليوم يعني هذه المحطة اللي نحن هلا عم نحكي فيها اليوم من خلال أهمية المعطيات بتعتبر بمكان ما يعني الكل بيحكي انه صار في همة عربية دولية طيارات وطيران عم يجي ومساعدات ومستشفيات ميدانية عم تتركب يعني من خلالك انت يعني هذا الحماس مشكور عليه مدينة صيدا ومحيطها ولكن قديش انتوا قادرين تتابعوا مع بيروتي اللي قلت لي بدها اشهر لترجع لعزة بوهجة الطبيعي انتوا قادرين على الاستمرارية ولا العمل التطوعي في له مرحلة بيخلص فيها وبقول انه غيرنا بتابع بعد منها تعرف يعني نحن بياخدين الشيء اللي اسمه العمل البلدي نعم. العمل البلدي البلدية شو بتعمل البلدية بتنظف الشوارع بتشيل نعم. بتشيل النفايات يعني بس بهالحالة هاي زائد عليها هي ترميم ما تهدم يعني اول كل شيء انت بتبدا بانك انت تنظف نعم. بعد التنظيف بدك تعيد يعني عوامل اللي هي مطلوبة لعيشة الإنسان طب. يعني بده يفوت بده كهرباء بده مي بده هاي اللي بنعمله نحن. الثاني المشكورة في الدول اللي عم تبعت مستشفيات تعرف احنا اربع مستشفيات طلعت من الخدمة مزبوط. ويعني فيها مئات الأسرة فلما اجى دعم من برا بالمستشفيات نعم. الميدانية شيء عظيم حقيقة وهذا يعني لازم نشكر كل الدول اللي قدمت طب هالمساعدة. اليوم بكل هذه المعطيات اللي عم نحكي عنها بنرجع نقول انه انتم عملكم راح يكون عمل مستمر تطوعي مستمر مش مظبوط؟ اكيد طبعا. برايك كمهندس اليوم كرئيس بلديه وقت اللي عم تشتغلوا ببيروت او عم تهتموا ببيروت كمان عم بيكون عندكم اهتمام بالمدينه اللي انتم اصلا مسؤولين عنها صيدا ومحيطها كرئيس اتحاد، ما عم بيصير في اي مجال للتقصير. لا ابدا بزريت يعني ما هذا اللي قلت لك اياه يعني نحن بالبلديه بصيدا يعني الكادر تبعها الموجود عم يشتغل لمدينه صيدا، اللي عم نبعتهم لهلا هدول متطوعين وفي غير متطوعين في ناس نحن بندفع لهم اجار يعني لانه في دعم للحمله زي ما ذكرت لك الداعمين ف يعني اللي بيقدم خدمه مجانيه اهلا وسهلا فيه واللي يعني محتاج والله نجار حداد محتاج مصاري كمان هذا بياخذ اجره.
يعني انتم من اليوم الاول ساعدتوا لحتى تكونوا حد مدينه بيروت مثل ما لك بالعاده تكون حد الناس اللي هن بحاجه، الناس المحتاجين، ولكن واقع العمليات اللي انتم عم بتقدموها ومع هذه الشفافيه رئيس اللي عم تحكي فيها، عاملين انتم احصاء بالاشخاص اللي انتم عم بتساعدون، نوع الحالات لحتى اذا سئلتوا يكون الملف دقيق وواضح مثل العادي، لانك انت تعتمد على الورقه والقلم كمهندس. انا ببعث يوميا تقرير يوميا على الواتساب. نعم. شو عم نعمل باليوم يعني؟ نعم. مثلا فيني اقرا لك، يا ريت اذا ممكن ناخذ عينه. فيني اقرا لك مثلا. نعم. استجابه لحاجات العائلات المتضرره من مرفأ، من انفجار المرفأ في بيروت، توجه نعم. أكثر من 150 متطوع للمساعدة في إكمال نشاطات متعددة. نعم. ترميم منازل، تنظيف الركام، توزيع حصص غذائية ونظافة. بالأرقام من تاريخ 5 آب حتى اليوم اللي هو الأحد، هذا تقرير عم بقول لك تقرير يوم الأحد. نعم. حتى اليوم توزيع العمل على المناطق كالآتي: الجميزي 92 منزل تنظيف وترميم، جعيتاوي 69 منزل تنظيف وترميم. سيدي شو المقصود بالترميم رئيس هون؟ يعني عندك شباك طالع. نعم. بدك ترجع الشباك، هذا ترميم. عم بتكون الخدمات سريعة، هيدا قصدي. طبعا يعني مثل عادتك تلحق الشغلة على الآخر. أكيد طبعا، يعني شيء سريع لازم. نعم. يكون شيء سريع، لأنه أنت بدك ترجع البيت بحالة يقدر يسكنوا فيها الناس. طيب رئيس، بموضوع المرفأ انحكى كثير انه مرفأ طرابلس، مرفأ صيدا، مرفأ صور ممكن يكونوا هن بديل عن مرفأ بيروت، يعني بالواقع مرفأ صيدا شو وضعه اليوم؟ هو في البداية قالوا هيك، بس لحسن الحظ لا انه في جزء كبير من مرفأ بيروت صالح للاستعمال. نعم. اللي هو الحوض الرابع. نعم. اللي صار اجوا شافوا مرفأ صيدا ومرفأ صور. تعرف نحن مرفأ صيدا عنا مرفأ صيادين اللي هو مرفأ قديم، وبيجي عليه مراكب صغيرة الغاطس تبعها ما بتعدى 5 طورة. إيه. إنما نحن عم ننشئ ميناء تجاري. نعم. ميناء تجاري الأرصفة فيه لما يخلص حتكون 1100 متر طولي أرصفة وعمق 10 طورة. هلأ اللي خالص منه تقريبا حوالي 300 متر طولي بعمق الغاطس 10، واجت بخرتين محملين قمح، وانا اليوم بيخلص التفضيه تبعته. عم يفضوا القمح في مرفأ صيدا. وين عم ينحطوا عندكم؟ عندكم انتم اهراءات؟ لا ما عندنا اهراءات، بس عم تطلع القمح بنقلوها بالقلابات، يعني كيف تنقلوا الرمل. نعم. لحد نفس. طب اليوم قديش عندنا امكانيه نقول انه قلت لي عم تعملوا مرفأ تجاري، قد ايه بده وقت لحتى يخلص؟ لا المرفأ التجاري لا يخلص، يعني حلمنا شو عم تسألني انا كمهندس. ايه طبعا. بقول اذا كان في الامكانيات الماديه موجوده هلا بيخلص بسنه ونص. بس صرنا بالمرحله الاولى والمرحله الثانيه اكثر من 6 سنين، لانه ما في طب حسب ميزانية. حسب المراحل ما فيها ميزانيه، قد ايه بده وقت بعد رئيس؟ لا هلا بده 40 مليون دولار. إذا ال 40 مليون دولار تجهزوا سنة ونص بيخلص، إنما هلا نحن عم نستعمله هلا؟ إيه يعني عندنا بخرتين اليوم بخلصوا التفضاية. حلو كثير، يعني بنقول إنه ما حدا يخاف إنه ما في عندنا لا أزمة تطحين ولا أزمة قمح، كله رح يكون متوفر. أبدا ما فيها. رئيس مهم كثير بوجودك معنا نسأل عن مرحلة النفايات يلي حضرتك أنت أشرت لها بالبداية، يعني مفترض نحن إنه بهذه المحطة نعطي كل موضوع حقه حتى لا يكون في إهمال لأي معالجة. موضوع النفايات عندكم بمعمل صيدا وضعه بهالوقت الحالي يطمئن؟ عندكم بعد اي مشكلات مع العوادم او غيرها؟ العوادم يعني بعدها مشكله، هي العوادم قائمة. انما معالجه النفايات زي ما قلت لك نحن نعالج 16 بلديه زائد عين حلوه. نعم. اللي هو 250 طن. نعم. ماكسيموم في صيدا عم تقل. نعم. الناس ما معها مصاري تاكل، يعني ما بتقل النفايات. اشاره هيدي فعلا. ومن بيروت عم ناخذ قدهم 250 طن. طب اليوم كمهندس برجع بسألك، موضوع الركام يلي بده يطلع من مرفأ بيروت ومحيط الأماكن المتضررة مكانه وين رح يكون؟ أنا شو اسمه سألت رئيس بلدية بيروت وقال لي دبر مكان
بس هو دبر عقار على الكارنتينا، عقار كبير، لقال اعتراض. أنا قلت له لأنه الركامة يطلع يعني كميات ضخمة كثير. نعم. تعرف الحرب الست أيام أو حرب 2006 عملت جبل على خلدي إذا بتتذكر. معك حق. فهذا الركام يمكن يطلع أكثر. فقلت له إذا بدك يعني أعمله يعني بريك ووتر، حاجز أمواج بالبحر، واردم المساحة هاي، بتربح أرض وبتتخلص من الركام بطريقة بيئية هي تعتبر سليمة، لأنه جماعة البيئة قالوا أنه العقار يلي سميه بالكارنتينا رئيس البلدية لحتى تنوضع فيه الركام هو غير سليم موقعه، لأنه هو بين المنازل، وبيقولوا أنه قد يكون في بعض الانبعاثات المضرة المسمة بي يعني من الأسبستوس وغيره، مواد كيميائية ما حدا بيعرف شو فيها، لا بانتظار جلاء التحقيق، هيدا بيكون ضرر على الأهالي. فهيدا اللي بدي أخده أنا بعين الاعتبار. أنا ما يعني ما عندي علم وين قرر. نعم. بس أنا اقترحت عليه يعمل بريك، يعني بريك ووتر، حاجز أمواج بالبحر، زي ما عملنا نحن حوالين حوالين الجبل النفايات. ويعني عملنا بريك ووتر وكملنا، صار حديقة 550 ألف متر مربع. هلا صارت حديقة. حديقة جزء منها حديقة. حديقة المهندس محمد السعودي. حديقتك مساحتها 35 ألف متر مربع. نعم. يعني إذا موضوع النفايات بعدكم عم تاخذوا من بيروت اليوم ولا؟ أكيد طبعا مستمرين. بيروت من يعني من سنين، تقريبا اكثر من 3 سنين، واحنا بناخذ 250 طن يوميا. طب رئيس، يعني كل المواضيع اللي هلا نحن عم نحكي فيها، حمله كرمال بيروت مستمره ومنشيلك على كتفنا كمان مستمره، في حملات تاليه رح تكون كمان، ولا رح نحتفظ بهذه الشعارات اللي نحن بنفتخر فيها كرمال بيروت كل الحملات تنضوي تحتها؟ هلا اللي عم نعمله نحن هو يعني حصوه بتسند خابي. نعم. انما انت يعني انا تقدير الخسائر اللي اعلنوها تقريبا 30 مليار دولار. نعم. يعني ما حيكون من سيدا كرمال بيروت في 30 مليار، لو عندنا 30 البعض مليار. البعض بيقولوا انه في مبالغه بالارقام، يعني انا استقبلت الدوليه للمعلومات عندي بيقولوا انه في كثير مبالغه، مش دقيقه هذه الارقام. وحتى المهندس جاد ثابت صباح اليوم كان ضيفنا رئيس نقابه المهندسين في بيروت، قال انه بانتظار الجيش هن اللي بيحددوا، نحن بنسلم التقارير. مزبوط. بس انا احنا عم نقول شو الرقم اللي تداول فيه. نعم. يعني انا عم بجاوبك انه نحن بصيدا ما عندنا امكانيه نصرف 30 مليار ولا 30 مليار ليره يمكن. نعم. الله يقويك رئيس. انا بالختام بدي اشكرك، شو عندك شيء بتحب تقوله لحتى نحن بالفم الملان نقول شكرا لكل انسان، كل انسان يعني وقف حد بيروت وقدر ساعدها؟ يعني طبعا يعجز اللسان عن الشكر، ولكن هذه النخوه هي مشهود لنا فيها مع اللبنانيين. شو بتحب تقول رئيس؟ انا بدي اقول يا بيروت، يعني نحن حدك ونحن بنحبك، ونحن ما بدنا يعني نعمل كل المجهود وكل إمكانياتنا تحت تصرف هالمدينة الحبيبة. أنا بدي أشكرك. عفوا. بدي أقول لك يعني طبعا باسم يعني كل الناس يلي وصلتهم المساعدات، لأنه أنتوا عم تسعوا قدر المستطاع تكونوا حد كل الناس، المساعدات أنتوا شخصيا عم بتقدموها، القوافل الوقت اللي عم بتكون محملة بكل المواد اللي فيها، أنتوا عم تسعوا لحتى تقدموها للناس، وأكيد الناس بيشكروكم بس وصلهم. العفو. وجدنا. وفيما يتعلق يعني بالأضرار، هلأ بتعطينا رقم التليفون لحتى الناس يلي بهمهم كمان بنعرضه على الشاشة لحتى تكون كل المعطيات هي بتصرفهم. أوكي. أصدقائي، نحن بدنا نشكركم بهذه الأطلالة، على أمل أنه دايما عبر مشاكل وحلول نلتقي معكم بإطار متابعة المواضيع والملفات المستجدة. بشكركم وبشكر متابعتكم معنا. إلى اللقاء بحلقة جديدة.